انتوا مصرين على كلمة الدكتور دي شديد جدا، انا ما بحبها صراحة. لا الدكتور ما لازم تكون قعدت اوكي، السلام عليكم، احنا طلعنا في اللايف. السلام عليكم، ان شاء الله جميعكم بخير، وربنا سبحانه وتعالى يرجع الامن والسلام لدولتنا الحبيبة السودان. ان شاء الله كلكم بخير. احنا صراحة يعني برغم الظروف المارة على السودان، حبينا بس نعمل حاجة بسيطة جدا، نعمل زي listen learning في الحياة اللي مرت علينا في السودان، والتجارب اللي مرت في السودان، والناس اللي كانوا في مرحلة من مراحل في السودان عندهم leaders في بعض الجهات، يحكوا لنا التجارب بتاعتهم اللي مرت عليهم، والحياة اللي هم مرت عليهم، وداري يعملوا شنو، والمشاكل اللي واجهتهم والصعوبات. ففي المرة دي هنتكلم مع الأستاذ إبراهيم باخت. أستاذ إبراهيم باخت هو كان المدير السابق للمركز القومي للمعلومات. أستاذ إبراهيم باخت، صراحة إحنا هنديه فرصة دي 5 minutes يتكلم بشكل جنرال عن استعرض لنا المشاكل والتحديات الواجهة بتاع المعلومات الاتصالات في المركز القومي للمعلومات، لأنه كان في المنصب بتاع المدير المركز المعلومات القومي السابق. بعدها حيكون كل الديسكشن حيكون موجه أسئلة ونقاشات، حيكون مفتوح، النقاش مفتوح، ونتمنى من الحضور جميعا يقدروا يوجهوا أسئلتهم، أو يعني عن طريق الشات، عن طريق التعليقات في الفيسبوك، عن أي طريقة، مرحب بكم إن شاء الله. تفضل أستاذ إبراهيم. أوكي، let me make you co-host. أوكي، I make it you co-host. اوكي، طيب، شكرا جزيلا دكتور احمد، وبشكر مؤسسة الباحثين السودانيين على الاستضافة، واتمنى انه يكون لقاء مفيد. الناس يعني تستفيد من اخطاء الماضي، وعلى اساس انه المرحلة القادمة ان شاء الله يعني تجيء في الحرب، ونتمنى انه الناس ترجع بيوتها، والتشريد والدم السائل يعني في البلد توقف، والناس تتوجه، لانه تعرف انه نحن وصلنا مرحلة يعني لا بد لنا من قبول بعضنا البعض، ولا بد لنا من يعني التعالي فوق مشاكلنا الشخصية والحزبية والقبلية وغيره، إنه نصنع سودان يعني مبني على المساواة في الحقوق والواجبات، والناس يعني تفكر في إنه أصلا يعني بعد ما لو ما بقيت عندنا بلد تاني ما عندنا بلد يعني. ودي تجربة رغم مرارات، أنا أعتقد إنها تجربة مفيدة. كل البلاد اللي مرقت من الكوارث دي مرقت بعد يعني معاناة كبيرة جدا جدا، سواء كان بعد الحرب العالمية الثانية أو سواء من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لازم يكون في معاناة، وأتمنى أن تكون دي المعاناة الأخيرة. ده بشكل عام يعني. أنا تجربتي ما طويلة في المركز القومي للمعلومات، في ناس عندهم تجربة أطول مني في المركز القومي للمعلومات، وقد يكون عندهم برسبكتيف مختلف ولا وجهة نظر مختلفة، لكن أنا بتكلم عن التجربة بتاعت الانتقال، بحيث إنه يعني لو تكررت يعني إن شاء الله تجربة الانتقال للتحول الديمقراطي، لأنه يعني بطبيعة الحكومات غير الدكتاتورية بتتعدد فيها الآراء، واتخاذ القرار بيكون فيها ما بالسرعة المطلوبة، وبتكون عندها مشاكلها، ونحن ارتكبنا برضو عدد من الأخطاء في يعني في إدارة الحكومة وإدارة الانتقال بشكل كويس، ومن البداية قبول التسوية بتاعة الانتقال وهكذا يعني. لكن أنا ما زول سياسي ولا عندي علاقة بالسياسة، يعني السياسة دي يعني دخلتني فيها، والصدفة إنه إنجاز دي لما قامت أنا كنت ممكن المتحدث الرسمي في تجمع الروابط والجمعيات الأكاديمية، كنا يعني مجرد طلبة رفضنا يعني استغلال الأحساب الجميعة للمناظر، وقلنا لازم نحن نستلم المناظر، واستلمنا الروابط، ما قدرنا، مشينا الاتحاد استلمنا، وقدرنا بقينا في مواجهة مع الحقوق، وده خلانا نعرف شوية كده يعني السياسة بتتعامل كيف. لكن أنا بطبيعتي زول مهني، و يعني ما عندي قضية كبيرة جدا بالسياسة، وبشكر خريج جامعة الخرطوم
ترشحوني للموسم، وانا والله صراحه الناس رشحوني ما بعرفهم زاد لحد ما وصلت السودان، غير انه بعرف الدكتور حسن عبد العاطي ربنا يرحمه واغفر له، واخر عهدي به يمكن قبل 30 سنه تكلمنا. فنتكلم ندخل في المشاكل والتحديات والقطاع. يعني انا لما وصلت السودان تصوراتي كانت مختلفه، يعني انا من راكب الطياره شفت ما اعرف في سيستم تم تدشينه، والبريد ما عارف حاجه كده ياهو دوت كوم، انه لو عندك هنا قلت ده شنو ده، يعني ده شغل شنو ياهو دوت كوم وكده، يعني السودان ده ما عنده دومين وعنده هنا كده، يعني ايه الناس بتشتغل بكده؟ قلت ده اول حاجه اوقفها. تاني مشيت لقيت التغيب عجيب جدا يعني وكده، فعملت في اصلا سيستم كان موجود فعلته بتاع ضبط الحضور كده، لحد في يوم من الايام كنت مع الشباب في المركز كان ايام النتيجه السودانيه، وانا جيتهم قعدت معاهم بالليل اتونس معاهم وبتاع واحفزهم كده اجيب لهم حاجه، يعني اجيب معاهم كنت مساهر معاهم لحد الساعه واحدة وبتونس. فوت ممتاز جدا جدا شاف سابعة اسمه دياب حسا في السعوديه. لما جيت مارق ماشي البيت قال لي سعادتك انت ماشي عليهم، قلت انا ماشي الرياض، قال لي يا اخ وصلني التقاطع بتاع الرياض مع ابيض خاتم ولا كده، انا هناك ماشي العزوزات. فقلت له جدا ركب معايا وبتاع وبدينا نتونس، سالته عن حواره وظروفه وكده، انا قد جديد يعني وبياخد كم وكده. ف يعني بعد ذاك الونسه يعني كانت معه مفيده بالنسبه لي، وقررت انه اوصله يعني، حتى رحت قال لي انت المدير عم توصل لي كيف وانا موظف، قلت له لا انا اوصلك لان انا بستفيد من كلامك المعيد اكثر من انت بتستفيد منه. فلقيت انه اصلا هو زاد مرتبه ده 13,000 كان جنيه سوداني، وبيمشي وبيجي 7,500 ما بيجيبوا الشغل ورجعوا، والمركز ما فيه تأمين صحي له، والدنيا كورونا وما في ترحيل بالنسبة لي وكده. فبدأت أغض النظر عن مسألة الحضور، لقيت الدومين بتاعنا ما مسجل ولا عنده ترخيص ولا أي حاجة، ولا في طريقة ذاتك أنت تعمل يعني تتواصل بالدومين بتاع السودان، لأنه ما مرخص وما في قروش يرخصوه كده، الناس بتمشي لهنا. فأنت بتمشي بتصورات مختلفة، لكن لما تصل هناك تلقى القطاع ده يعني بالذات المشكلة الكبيرة برضه في السودان، إنه المؤسسات دي اتقسمت لمؤسسات إرادية ومؤسسات غير إرادية، يعني الجهاز المركزي للإحصاء وما بعرف المركز القومي للمعلومات والبحوث وكل الأجهزة الحيوية دي لا وجود لها، لأن دي مثلا ما بتدخل في أسئلة تانية، في أجهزة ما بتدخل قروش، لكن جهاز تنظيم الاتصالات ولقط القروش من شركات الاتصالات بدفعهم التراخيص عنده قروش، السجل المدني بيجيب قروش من الرقم الوطني ومن غيره وغيره وبيبيع الداتا وكده بيجي يدخل قروش، المواصفات والمقاييس بتدخل قروش، الجهات الإرادية وضعها مختلف جدا جدا من الجهات الغير إرادية. يعني المشكلة الأساسية غير عدم الاستقرار السياسي، يعني أنا لو لخصتها باختصار عشان ما أطول أخلي المجال للأسئلة، بفتكر إنه المشكلة الأساسية كانت مشكلة الحكومة الانتقالية عموما ما كان عندها يعني رؤية واضحة لكل القطاعات جاهزة عشان تطبقها. يعني أنا لما مشيت قابلت أول مرة رئيس الوزراء وسألته، قال لي يا إبراهيم إحنا لو عندنا حاجة زي دي جايب لنا شنو المقطع، تمشي تشوف دار تعمل شنو تيجي تورينا ومع القطاع بتاعنا وكده نتناقش فيه. وفعلا أنا مشيت وكتبت خطتي بتاعت العمل كان فيها زي 13 موجه وقدمت عليه ووافق عليها وكده. بعد ذلك لكن لما بديت التنفيذ بدأت المعوقات الحقيقية يعني للعمل، فافتكر واحدة منها انه ما كان في يعني خطط واضحة للعمل وكده. في خلال الفترة الانتقالية السودان كان منقطع من المنظمات العالمية والدعم الأجنبي وغيره وغيره لفترة طويلة جدا 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 جدا. الإرث من طريقة الشغل في العمل في النظام السابق ويمكن حتى ما قبل النظام السابق المبني على كله جهاز والربط بتاعه لإيرادات المالية ويتحكم فيه بشكل كبير في إيراداته، بعكس الأجهزة اللي بتعتمد على إيرادات المالية. يعني واحد من مشاريعي الكبيرة جدا إنه أنا شايف إنه المركز ده كان بيقدم خدمات كبيرة جدا جدا، وحاولت أحوله لوحدة إيرادية ووصلت لحد ما إجازة التعريف وكده. فليه نحن نعتمد على المالية إذا كان أصلا كل الجهات بتتحصل
على رسوم، ونحن نعمل الربط الشبكي لكل المؤسسات، وبنأمن المواقع الحكومية والمواقع الأولية. نحن يعني ما برضو بيكون عندنا يعني دخل نقدر نعتمد عليه، لأنه صراحة كده أنا الفترة اللي اشتغلت فيها، وعشان ده من البداية الناس تكون واضحة، الميزانية بتاعت المركز دي يعني كلها بالدولار كانت حوالي 137 ألف دولار، اللي هي نصف لمرتب أي مرتب موظف معاك أنت بتدفعه له في السنة. دي مؤسسة فيها قريب ال 100 160 170 موظف، لا عندهم تأمين صحي، لا عندهم مواصلات، لا عندهم غيره غيره غيره. الحاجة الثالثة، لأنه المسألة دي مسألة المؤسسات الإيرادية والغير إيرادية خلق مشكلة هي كانت السبب وراء عدم التعاون. يعني الجهاز أنا كله هدفي كان أمشي السودان، ده أصلاً ما كنت ماشي أقعد أكثر من 18 شهر ولا سنتين بالكثير، لكن كان الهدف بتاعي الاساسي انه ابني سوشيال ريجستري للسودان. بمعنى شنو؟ انا داير احصر عدد السكان، مش زي ما بيحصروا السجل المدني منو ابو منو، لا لا، انا داير اعرف الناس اللي بياكلوا في صحن واحد هم منو، لانه ديل اللي تعتمد عليهم تديهم كروت الرغيف، ما بتدي كرت الرغيف لي انا. لو دخلت الرغيف الوطني تلقى عندي 4 اطفال وكده، أسرة من 6 أنفار تديني رغيف لستة أنفار، لكن الخمسة بتاعين اللي قاعدين في أمريكا دي لا دايرين رغيف، لا دايرين قصد طبخ، لا دايرين غيره ولا غيره، وما في معلومات بينات بتاعت هاوس هولد موجودة في السودان، ولا مؤشرات الفقر 29 مؤشر دي موجودة في أي حتة، ولا مؤشرات وزارة الإحصاء دي موجودة، ولا في قواعد بيانات. فأنا كان أساس همي الأساس إنه أبني قواعد سوشيال ريجستري ولا نظام حماية مجتمعيه، لانه كنت عارف انه حيجي رفع توحيد سعر الصرف، وكنت عارف حيجي رفع الدعم وكده، وانت لازم تميز القطاعات اللي بتقدر تدعمها من غير ما بتقدر تدعمها، وتبني على اساسها، وده يكون اساس التخطيط للبلد. وده المشروع بتاع الحلم الوحيد اللي انا كنت داير احققه للسودان واجي راجع. ما كان عندي يعني شغلات غير كده، كنت افتكر انه في 18 شهر لسنتين انا ممكن احقق الموضوع ده. وفي طبعا اهداف ثانيه، في انه يعني تربط السودان، تعيده للمجتمع الدولي، تعمل له علاقات، تعمل تعاون مع الاجهزه العالميه. وفي تعاون كان موجود، يعني الحكومه السابقه دي لا حكومه الانقاذ دي برضه فيها مناغم كثيره، لكن ما معناها ما في حاجه اتعملت، ما في حاجات اتعملت برضه. يعني كان عندهم تعاون كويس مع الاسكوا، كان عندهم تعاون في كده الناس تستثمر فيه، والناس حبوا يعني الحاجات الكويسه تقول كويسه، والحاجات السيئه تقول ايوه صح معظمها كان سيء، لكن ده ما معناه ما كان في ابو رقم في بعض الحاجات يعني. ف عموما عدم ده مساله المؤسسات تكون اراديه ومؤسسات غير اراديه، ومؤسسات بتدخل الماليه وبالتالي تتحكم في الماليه، ومؤسسات بتطلب من الماليه وبالتالي الماليه تتحكم فيها. هذه كانت مشكله. المشكله الاكبر في مساله المعلومات انه يعني حاسه انا بشوف الناس اقول لك يا اخي ما في تعاون كان وكذا. ما هو المركز القومي للمعلومات ده ما منتج لمعلومه، ان احنا بننظم المعلومه دي وبنشبكها، ان احنا محتاجين المعلومه من وزاره الصحه، العيان منو اللي عنده مرض، منو اللي عنده شنو، محتاجين المعلومات اللي بتطلعها وزاره الزراعه، محتاجين معلومات تطلعها وزاره الصحه من المواليد والوفيات، محتاجين الرقم الوطني من السجل المدني، محتاجين المعلومات دي من الشهادات السودانيه من وزاره التعليم العام، الشهادات العليا من وزاره التعليم العالي. دي جهات المنتجه للمعلومات، ونحن الناس المنظمين للمعلومات، والمسؤولين الحكوميين من وزراء وغيره وغيره، وزير التجارة داير يشوف موقف الدقيق وين، وموقف الرغيف الدقيق وين، وموقف البنزين وين وكذا وكذا، ده مستهلك للمعلومة محتاج ليها، ونحن البريدجين بتوين. لكن إذا كان الناس المنتجة للمعلومة ذاتها هي بتتاجر في المعلومة وبتبيع حتى للحكومة للجهات الحكومية الثانية، ما حتديك ليها، وفي عدم فهم في المسألة دي، وبالتالي احنا ما عندنا معلومات. يعني انا ببساطه بكرر شرحي لرئيس الوزراء، قلت له احنا عندنا وضع زي في زول عنده تلج، وزول عنده سكر، وزول عنده مويه، وبتاع التلج يقول لا انا تلجي ده اصلا ما بديه لما يجيه روماتيزم، وبتاع السكر يقول سكري ما بديه لحد ما يجيه دايبيديس وكده، وبتاع الليمون يقول لا لحد ما يجيه حموضه، لكن هم رافضين يحطوا الحاجات دي كلها مع بعض، يعملوا منه عصير كويس يشربوا منه كلهم مع بعض. This is exactly what's happening في السودان. فأنا ما داير أطول، داير أخلي الكلام يجيب الكلام، والموضوع ده أنا بذاتي ما بفتكر إن أنا يعني داير أقدم محاضرة ولا كده،
داير مور انه ادي صايدي وجهة نظري في الحاجات، والناس الثانية تدي وجهة نظرها والمستمع يقيم يعني. فبرجع عليك باقي الوقت، وممكن الحاجات تجي في أثناء الأسئلة يعني. طبعا شكرا لك يا استاذ ابراهيم باخت. طبعا انا عاد انوه 3 حاجات للمشاهدين كلهم الحضور. اللغه لغه مفتوح، لغه تفاكري. فكرته الاساسيه ان اي زول فينا يكون عنده بعض الاسئله. اذا مثلا واحد يرجع السودان، يمسك مثلا بوزيشن في السودان، او دار يشتغل في السودان، او دار يفتح مشروع في السودان، او كذا. في حياة كثير جدا بيكون اسئله في راسه، بيكون عاوز لها اجابات. دي الحياه الاولى. الحياه الثانيه، احنا عاوزين نتعلم من التجارب اللي حصلت في السودان. ما عاوزين نمسك لنا تاني زول يجي من الاول يمشي السودان ويحاول يعمل التجربه بتاعته من جديد. فعندنا التجربه اللي حصلت، عاوزين نتعلم منها، عاوزين نسال اسئله جوهريه في مواضيع مختلفه. فهنفتح فرصه للنقاشات بشكل عام. الناس ممكن تزال هنا او في الكومنتات في فيسبوك او في اي حته. الحقيقه اللي بدي اتكلم، انا عندي سؤال. أنا عارفك إجابته، لكن إجابته إنك تحقق لي ما عايز تجاوب، لكن أنا عاوز الإجابة. إذا أنت رجعت الليلة السودان، جاتك فرصة ثانية، هتبدأ بشنو؟ أنا عارف سؤال إنك كنت دارس 2 سنين، لكن لو نفرض إنه في فرصة جاتك ثاني ترجع السودان بحكم تجربتك، أول حاجة هتبدأ بشنو؟ في الإصلاح. والله يا أخي، أنا أول حاجة بحاول يعني أزيل التقاطعات بين المؤسسات المختلفة. تقصد أنت على مستوى القطاع؟ طبعا طبعا، ما تقصد سؤال عام على مستوى السودان أول حاجة بدي شنو، صح؟ يا أستاذ ايوه أحمد، أنت بالضبط. الله أمي، ايوه تقصد سوري. القطاع ايوه ولا بتقصد على مستوى السودان؟ والله على مستوى القطاع بشكل خاص، لكن احنا ممكن نقول، لان احنا نتكلم بشكل خاص عن القطاع حاليا. اذا رجعت في نفس المنصب مثلا في مركز مدير مركز القومي للمعلومات، او مثلا جهه ما يعني في القطاع بتاع التحول الرقمي. برجع أول حاجة، أنا طبعا يعني اللي هنا قدام دوري حيكون دور زول بيساعد من برا، ما زول راجع تاني يشتغل في السودان يعني. لكن لو افترضنا في زول تاني زي داير يمشي، أول حاجة أنا بمشي بالتزامات من بدري جدا جدا. التحول الرقمي ده داير له أبوه في أي حتة، قام عنده أبوه، عنده زول فوق بقول انا داير امشي هنا، everybody اي زول يتبعني، ودي قراراتي وانا ماشي الاتجاه ده وانتهينا. لانه المركز القومي للمعلومات ما عنده الكباسيتي انه يعني مدير المركز القومي للمعلومات ده منصب على زي وكيل وزاره مثلا. انا لا يمكن كمدير مركز ارغم وزاره الماليه ولا الكاونتر بار بتاعي، انا اقل من انا ذاته المفروض اخاطب وزير الماليه ولا اخاطب وزير اي وزير يعني، المفروض اخاطب الكاونتر بار بتاعنا اللي هو بيكون في البوليس مدير عام البوليس، في الوزارات بيكون وكيل الوزارات وهو يرفع لفوق، والقرارات دي بتجي فوق، والناس دي الشغل ده محتاج لناس تتناغم مع بعض ويكون عندها اتجاه واحد. لو ما بقى في جسم اعلى يعني ما بتطلع اعلى من الوزير، لانه الوزير ذاته وزير اتصالات، ما حقدر اقول وزير التربيه والتعليم ما تمشي تبيع النتيجه السودانيه لشركات الاتصالات الدائره المركز القومي، لانه هيز كاونتر بارت. ممكن وزاره التعليم تجي ذاتها اعلى في المرتبه من وزاره ال انا ما اعرف سموها التحول الرقمي ليه، انا مش اوروني، لكن نقول وزاره تقنيه المعلومات والاتصالات. لأن التحول الرقمي ده جزء من تقنية المعلومات، انت تعمل وزارة زي قلت وزارة الطب الولادة، لكن ما في سوء شاورنا في اللسان. على كل دي الحاجة الأساسية يعني. الحاجة الثانية، الموضوع ده داير فاندنج، يكون أولويات، لازم الناس يكونوا بيعرفوا الفاليو بروبوزيشن بتاع التحول الرقمي ده يعني شنو، وذاته وذات التحول الرقمي ده شنو وليه مهم، وليه هو ذا مين اكسل ولا اكبر مسرع لتحقيق اهداف التنميه المستدامه، ونستفيد منه في شنو؟ وتاني تتاكد انه ما في زول بيكون واقف في وزاره ولا بياخد قرار
ممكن يكون معوق تو اوفر رايد القرارات بتاعت رئيس مجلس الوزراء ويعمل الدائري عمله وما ينفذ القرار. فالزول يكون عنده وجهة نظر ويكون عنده شروطه المفهومة المعروفة في إنه أول حاجة كمدير مركز قومي ما بتقدر تعمل أي حاجة، لأنه كل القرارات بتاخذها ناس أعلى منك في الهيكل الإداري. وده كلام حصل، يعني أنا في وقت من الأوقات قبل ما أحصل الإقالة وكده، في زول يعني مستشار وزراء قال لي دكتور حمدوك أنت إبراهيم ده لو داري يجيبوا رئيس وزراء، ده ما زول ممكن يعني يقبل التوجيهات هو ما بيتفق معها. اوكي عندي سؤال ثاني. طبعا بالمناسبة بعد سؤالي ده دكتور نوقف احمد الفرصة. معلش تفضلي دكتور احمد تفضلي. بس عايز انبه اللي عايز اللي عنده سؤال ممكن من ناحية تنظيمية بس لو رفع يده عشان نحفظ الاولويات بتاعت الناس. تسلموا. اوكي اوكي زي ما قالت اخت لوسي بشمهندس لوسي بترفع يدك الاولويات. السؤال هون طبعا الأزرة بتاعتي هي صراحة يعني أنا كنت بسأل نفسي، فأنت كان في مبادرات كتير جدا كانت لقت أول ما جيت وصلت مدير مركز المعلومات القومي، كان في بعض متذكر كان في 2020 تقريبا شهر 9 يوم 1/9 بالضبط، كان اجتمعت مع مثلا العون الأمريكي، كان في آليات بتاع التواصل مع الجهات الخارجية في السودان. تعتقد أنه الآليات بتاعت السودان والتواصل الخارجي، بالذات إحنا الآن في حرب والوضع الآن الراهن بقى معقد أكثر من الوضع اللي أنت كنت قاعد فيه، هل تعتقد أنه إحنا بنقدر نعكس يعني مثلا أنت لو جاك جهة مانحة لتدي أي دعمي فلازم تكون عارف مشاكلك وين، وأنت عاوز تشيل القروش كم توديها وين، أو عاوز الدعم أو عاوز العلاقات بين الشركات العالمية هي تيجي تأسس أو كذا. هل تعتقد أنه الآن السودان في مصفوفة أو في آليات يعني من الإرث؟ لأنه أنا متذكر يعني تقريبا المدراء اللي جو بعدك تقريبا 3 مدراء يعني المركز أو 4 مدراء تقريبا جو بعدك في الفترة البسيطة دي، التغيير الشديد ده هل كان في مصفوفة بتدير المدراء ديل؟ ولا أي مدير بيجي من المصفوفة بتاعته؟ انا والله ما فهمت مساله المصفوفه والهنايه، لكن عموما الفتره من انا بعد ما مرقت منها كانت فتره فيها عدم استقرار برضو، صح؟ يعني تحولت الحكومه كم مره وحصل الانقلاب وحصل كده وحصل كده يعني. فانا ما متاكد ذاته اذا كان في كم مدير جو وراء، يعني انا تقريبا أربعة العجله أو ثلاثة. اي ف ف ف ف بكونوا مكلفين غالبا يعني. أنا عارف أنا لما مشيت جابوا بديلي مهندس باشمهندس عمار حمدين، وبعد ذاك أفتكر يا أخونا محمد اللمين الزاكي، لكن ما عارف يعني، لكن أنا ما متأكد إنه هو ده السؤال يعني. أنا ما بفتكر إنه هو منو مهم يكون منو في رأس المؤسسة، بقدر ما إنه يكون مهم شنو هو دور المؤسسة وشو هنا شنو يعني إمكانياتها وشنو أهدافها وكيفية يعني دعمها يعني. فما يعني ما ما يعني أنا جيت بالنسبة للتعاون الدولي، خليني أوضح حاجة. أول حاجة أنا صح قابلت مديرة USAID في السودان وكده، وجات زارتني في المركز لما عرفت إنه أنا جيت السودان وكده، لكن انا طوال فترتي في الحكومه ولحد ما باركت ما استلمت سنت واحد لا من وزاره الماليه ولا من اي جهه ثانيه دعم للمركز نهائي ولا سنت. بالعكس الماليه كانت بتديني 30% من الميزانيه تقول لي انت في كورونا، وانا قاعد مؤجر من جهاز تنظيم الاتصالات ما حيقول لي يدفع لي تلت الايجار لانه انت في وضع بتاع كورونا. ده وضع مأساوي 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 لدرجة ما بتتخيلها. أنا كنت بمشي بزور لأصحابي طين أعوض الهادي في اللامات في فاتحة ولا بتاع، لما نوصلوا أعوض الهادي بيعبي لي العربية بنزين وقول لي امشي. ده ما ده ما ده ده, ده, ده موضوع التعاون هنا، ده التعاون الرقمي ده القروش
وداير يعني ابو زي ما قلت لك يقدر يمشي له قدام. والقطاع ده محتاج تنظيم، يعني واحده من المشاكل الاساسيه في القطاع ده شركه سوداتيل، دي حاجه ما داير الا اثنين ثلاثه. سوداتيل شركه مشكله كبيره جدا جدا في السودان، لانها هي المستثمر والمنظم بتاع القطاع. بمعنى انه يعني انا ما عارف ذاته السوداتيل دي هي كانت مشكلتي الحقيقيه، يعني انا زي ما قلت لك زكاة ان انا بدفع 12 مليار ولا حاجه زي ده ايجار، لكن في نفس الوقت انا لقيت قرار من العهد البائد بالعهد البشير يقول السوداتيل تسلم مبنى سودكاك للمركز القومي للمعلومات. لا لا، لكن أنا احنا ندفع لهم قروش، مش هم يدفعوا لنا قروش، هم قاعدين في المبنى بتاعنا وما يطلعوا رجال، ونحن ندفع لهم قروش، ندفع لهم ايجار. هم تقول عليهم كل ابراج الاتصالات، ولما نوصل بينهم الشبكه الحكوميه ندفع لهم نحن قروش. يعني شنو، انا اديك عربيتي لكن لما اجي استلفها داير اشتغل بها تقول لي لا تدفع لي ايجار عربيه. سوداتيل كيف ذات سوداتيل تبعت بعدين كانت مشكله بتاعت انها لو مشيت ما كانت وزاره واحده، وحتى الوزاره ما جات ما كان احسن منها ما تجي ذاته، لانه ما عملت حاجه غير انها يعني قرنت للعساكر استلام الجهاز الاجهزه في القطاع. ف يعني السوداتيل ذاتها كشركه راس ماله كله يعني 70% اجنبي و30% بتاع السودان اللي هو في وزاره الماليه وبنك السودان، والاثنين اجهزه تابعه للحكومه المدنيه اللي بخلي عسكري زي ابراهيم جابر يكون على راس مجلس ادارته. شنو؟ ودي كانت واحده من المشاكل. اللي بيجيبوا شنو؟ الجيش عنده شنو في شركه السوداتيل عشان يجي الرئيس مجلس ادارتها؟ عشان كده السوداتيل لحد بعد الانقلاب بتصرف حافز بتاع اجتماع مجلس وزراء، ممكن مجلس اداره في لخمسه ولا سته ساعات تصرف حافز 170 الف دولار في وقت عندك انت المركز القومي للمعلومات للفرد 160 ألف دولار حافز للفرد عشان جه حضر اجتماع خمسة ولا ستة ساعات بتاعت مجلس إدارة من سوداتيل في وقت ده. شوف ده للفرد واحد في مجلس الإدارة الاجتماع واحد في وقت فيه المركز القومي للمعلومات كله ميزانيته السنة 137 ألف دولار. احنا دارين الحقيقة ولا دارين نتكلم حوالين الحقيقة؟ ده ما وضعي ده ممكن يمشي لقدام يعني. كيف؟ كيف؟ ولما تجي صارعهم بيشيلوك وبيجيبوا زولهم. لما جه صارعناهم في المبنى وفي الابراج الاتصالات نضيع نطرحها، وصارعناهم في 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 في, في حاجات زي ده، عملوا شنو؟ الحريه والتغيير كانت وين؟ ما شالوا ابراهيم باخذ وجابوا عمار حمدين اللي هو مدير شنقتيل فرع سوداتيل في موريتانيا عشان يحمي مصالح سوداتيل. فنحن حكومتنا ذاتها كانت شايفه على وين ما عارفه. ببساطة طبعا يعني الموضوع صراحة معقد جدا 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 بتفاصيله، فأنا بشوف ندي فرصة للحضور يوجه أسئلة، وعشان الأسئلة ممكن تدينا جايد لاين أكثر، إذا بيصير عنده سؤال ممكن يرفع يده في الحضور. أوكي أنا ما شايف إذا في زر رفع يده. اوكي ما في زر رفع يده، لكن انا كان عندي سؤال. هو صراحة بالنسبة ل طبعا المركز القومي زي ما انت ذكرت هو الجهة اللي حتكون مفروض تكون منظمة لتبادل المعلومات او البيانات في الحق government بشكل عام. هل الـ يعني بس في الجفرمنت ولا منظمة برضو للجهات الخاصة للمعلومات كلها في السودان، حتى جهات القطاع الخاص ولا القطاع الحكومي بس المركز القومي؟ اوكي سو اول حاجه المركز القومي للمعلومات ما منظم لاي جهه، يعني ما لانه فعليا، لكن لو بتتكلم على مستوى القانون ايوه هو الجهه المنوط بها يعني تبويب المعلومات الحكومه واستلامها والسماح لمن يشوفها والنفاذ اليها، وده كله كلام موجود في 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 الكتاب وفي القانون. وده نعم. لكن عمليا انا زي ما شرحت لك
يعني انا كيف اقول لوزير الداخليه يا اخي تديني بيانات السجل المدني، لان انا داير اعمل تحليل للمعلومات اشوف اعمار الناس واولاد وبنات، ودارين عندنا قروش دارين نبني مدرسه نحددها تكون مدرسه بنات ولا اولاد ولا فيها حته، ما حيديك. بس اقول لك لا لا يا اخي، ديل لما تجي تقول لهم انا داير معلومه لزول، يعني انا كنت شغال مع اللجنه بتاعت، كنت مقرر اللجنه بتاعت مكافحه غسيل الاموال وتمويل الارهاب التابعه لوزاره، كنت انا مقرر اللجنه، ووحده المعلومات الماليه بتجي قروش في السودان من ناس مشبوهين بتخش، وبتكون البنك الكومبلاينس اوفيسر بيوري بدي معلومه لوحدة المعلومات المالية تتابع، تعرف القروش دي جاية من مخدرات، جاية من تجار منتشر، جاية من طهارة، جاية من شنو القروش دي؟ زي كده تقول أول حاجة بتبدأ عشان تطلع المعلومة دي عشان يبدو الانفستيجيشن بتاعه، تقول لهم يا أخي أنا عندي محمد نجيب خان ده دخل قروش كده ودايرين نعرف معلومات، يقول لك ادينا الرقم الوطني بتاعه. يا جماعة دول أجنبي، قالنا ما بنعرف رقمه ونديك، يعني احنا ده نعرف ذاته زود من عشان تتراكم داون، ما بيدوك. ولو يدوك يقول لك لا تدفع، لو دار يس اور نو السجل المدني يقول لك تدفع كذا، لو دار اسمه الاول والثاني تدفع كذا، لو دار اسمه الاول والثاني ودخل يوم كم تدفع كذا، ودي مؤسسه لمؤسسه يرفض يدي معلومه زي ده. ممكن قروش تكون خاشه عن طريق مخدرات، ممكن تكون خاشه بعد ذاك تمشي القروش دي خشت في اراضي، تقول له بتاع الاراضي اوكي ده نعرف الزول اللي اسم ده عندكم مسجل، يقول لك لا وين انا، احنا والله معلوماتنا مقدسه. انا ما اعرف مقدسه يعني شنو مقدسه، ما بنديها لزول ثاني جهه ثانيه. يا جماعه انا قانوني بقول كده، قول له والله قانوني ده مو صو اشرب وما بنديك. اوكي هو طيب طبعا دكتور احمد، عندي تفضل مداخله صغيره. تفضل تفضل يا باشمهندس ابراهيم، do you see it visible ان السودان ده في يوم من الايام يكون فيه التحول الرقمي الديجيتال ترانسفورميشن بصوره صحيحه زي الدول الثانيه، وانه مثلا قصه انه الكاش الحايم في الجيوب وكده يكون راقد في البنك، وفي أي تعامل، في ناس بتستعمل أرقام، في ناس بتستعمل الدول الثانية، ظهرت أشياء كثيرة بدال الكاش أو بدال الأموال، أو حتى من ناحية إنك أنت يكون كل السودان ده موزع بكوردينيت إكس أند واي، ويسهل عمل البوليس، يسهل عمل البريد، زي الدول زي دبي وكده وكده. Do you see it visible ولا شيء مستحيل؟ لا انا ما في حاجه مستحيله، الموضوع كله موضوع بتاع اراده سياسيه، ونحن نتفق كسودانيين يا اخوانا انه يعني الغلط يكون غلط، يعني مهما كان ومهما كان جاي من وين، يعني والصح يكون صح. وزي ما قلت لك ان احنا كل التحول الرقمي ده لو في اي بلد قام كان عنده راعي، الراعي ده كان شخصيه او جهه نافذه بتقول للناس، تدي الناس المارشن اوردرز بتاعتهم بينفذوا، ما في زول بيقدر يعاكس، ما في زول بيقدر كده، وبيتم تقييمه. يعني انت بتقارني بدبي، انا اشتغلت مؤخرا في دراسه ساعدت جهه كانت بتحاول تقدم لبعض البروبوزلز في دبي، دي عندهم استراتيجيه الرفاهة ل 2030، وعندهم نظم بقيموا بيها، وعندهم يعني استراتيجيات وعندها تايم لاين بتتحقق، والمدير اللي بيجي في تجاه ولا اي وزير بيشيله بيجيبه زول غيره يقدر ينفذ الشغل، بيتحاسب بيتحاسب. ما عندك هنا زول بيجي في الاجتماع بقول كويس انا هعمل كده ويمشي بره ما ينفذ، ولا يمشي يعمل له حاجه تانية، ولا يقوم خلاص يتحايل عليك يعمل له لجنه عشان اللجنه دي تطور الشغل. فأنا شايف إنه ممكن دار إرادة، لكن أنا شايف الدور الأكبر للمجموعة بتاعتكم في المجال ده إنه تخلق توعية بشكل كويس لكل زول يعرف إنه أهمية التحول الرقمي ده بيعمل شنو، كيف هو بيقلل لك التكاليف، وكيف هو بيزيد لك الفعالية، وكيف إذا بيولد لك معلومات عبر الشفافية، وكيف عبر المعلومات اللي بتجيك دي بتحسن أدائك في اتخاذ القرار، وفي الفاليو بروبوزيشن بتاعت التحول الرقمي ده ذاته ما واقع للناس.
يعني هو اسم كده رنان، لكن هو ذاته جواه بيعمل شنو، وعلاقة التحول الرقمي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكده. واحدة برضو من المشاكل الكبيرة، وأنا بعتذر يا إخواننا لناس من أصل الاتصالات، أنا بقول دي الناس الحديد، الناس الحديد ماسكين المعلومات في السودان، دي مشكلة، دي مشكلة. يعني تقنية المعلومات دي حاجة مختلفة من الاتصالات، حاجة مختلفة. أيوة الاثنين لازم يتناغموا مع بعض كده وكده، لكن علم البيانات ده وتقول بيانات في اتخاذ صنع القرار والبيزنس انتليجنس والداتا ساينس والارتفيشال انتليجنس والكلام ده كله ما عنده علاقة بالاتصالات، ده شغل بتاع تقنية معلومات وهندسة معلومات. لكن لأنه الاتصالات هي جهة الإرادية، هي المسيطرة على القطاع، هي المسيطرة على القطاع، هي يعني المركز القومي للمعلومات ده وظيفته دي شو؟ وظيفته بتاعت مدير عام، يعني زول بتاع اداره في النهايه، يكون بس ملم بالقطاع، ما بالضروره يكون مهندس، بس يكون ملم بالقطاع، ده ما شغل بتاع اداره يعني لكن لا، هم لازم يكون بتاع الاتصالات ماسك كل القطاعات يعني وكده يعني. فدي مشكله، لو دي ما مشكله يعني انا ما كان بكون صراعي اصلا في جوه مجلس الوزراء ده كله، في انه يا جماعه انتوا الحكايه تقول لي زول اسمه منو تليفونه منو رقم تليفون رقم حسابه كم عشان تدي $5 بتاع دي ما حتشتغل، لانه اغلبيه الناس المحتاجين ذاتهم لا عندهم تليفون لا عندهم حساب، طريقتكم دي خطا. لكن في ناس دار القروش تمشي للاتصالات، لانه ده بيتعامل بالشورت كود والاس اس دي، وده عطاءات للاتصالات وكده يعني. بدل ما يمشي الى لجان المقاومه يدق بيت بيت، يا اخواننا البيت ده ساكنين فيه كم؟ لو 5 بنات قاعدات في الخرطوم خلاص، ده البيت ده الهاوس هولد، ده ابوهم مختلف، كل واحد ابوه مختلف، لكن ده هاوس هولد، كل زول بايولوجيكالي بينتمي لزول، لكن ده الهاوس هولد اللي انت بتبني عليه التخطيط، لانه ده عدد الناس اللي انت بتقدر تخطط على اساسه، وجود المدارس على اساسه، وجود الجامعات على اساسه، كرة الرغيف على اساسه، كرة الطبخ وكده وكده وكده. لكن تيجي تقول لي لا 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 لا، احنا عشان نوفر للسجل المدني يمشي يتم ال 20% من الناقص من الرقم الوطني مع عسكرات، ندي القروش دي ويمشي يلم لي القروش عشان يسجل لي، هو بعد ذاك اداك ليها انا، ما هو ده انا بقول اخواننا دخلوا رقمي وروني بيطلع عليكم منو، دي للناس اللي دارين تدوهم رغيف وتديهم غاز طبخ، ما ناس قاعدين معاكم هنا ولا محتاجين لغاز طبخ، لانه الرقم الوطني وده لا اوريك الزول قاعد وين ولا راح المين. انا مشيت الجزيره سلان جاني واحد عنده 6 شفطة، قال لي كيف تقول ان ما تدونا قروش وانا عندي 6 شفطة؟ طلعت ظاهر لي يا اخي مع في السيستم انت ما متزوج، طلعت الرقم الوطني بتاعك، قال لي قبل كم سنه بعدها في السعوديه وجيت وتزوجت وجبت كم تيمان وبتاع وكلام زي ده، معلومات ما صالحه دي، ما داري لا فهم ولا داري لا زول خريج عنده كلاريوس. There is difference between household data and biological data. وبيولوجيكال داتا لا تصلح، لا تصلح في العمل في صنع القرارات ولا نظام حماية اجتماعية. اللي بيصلح هي الهاوسهولد داتا. الناس اللي بياكلوا في صحن واحد، اللي هو ما بكون ابوهم واحد غالبا. عرفتي؟ طيب يا باشمهندس، أنا فدي قاطعك. مشكلة. باشمهندس دكتور أحمد، في سؤال من الأخ الصفاء في الشات بتقول: ماذا كان منهجكم لإصلاح المركز، وما هي الإصلاحات والإجراءات التي تمت لإصلاح المركز؟ أنا أفتكر ناخد 3 أسئلة ويجاوب عليها باشمهندس إبراهيم. ندي الفرصة لعصام الدين عباس. طيب شكرا جزيلا، اتمنى ان الصوت يكون واضح. واضح يا استاذ ابراهيم، استاذ اسامه دين. طيب اول شيء شكر، كل الشكر لكم، وتحيه عطره جدا لاخي وصديقي ابراهيم باخت يعني، واتلاقينا بعد فتره طويله جدا افتراضيا او عبر الاسافير. وابراهيم يعني ما دام نقصم ظهره، لكن يعني من الناس المتحمسين جدا صناعة المعلومات في السودان، ويعني مكتبي كان مساحة من ساحات النقاش الطويل جدا أنا وإبراهيم يعني في هذا الهم الكبير.
لكن حقيقة يعني الكلام كثير طبعا، لكن أنا أختصر في حاجات محددة. أنا دار أقول السودان الآن بيعيش مأساة ومأساة فظيعة جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى إنه تنتهي هذه الحرب اللعينة دمرت البلد. لكن دار أقول إنه يعني وإن كانت الحرب كلها سوءات، لكن من حسناتها إنه أن نبدأ بداية صحيحة في مرحلة ما بعد الحرب. وأهم القطاعات المحتاجة إنها تبدي بداية صحيحة هو قطاع تقنية المعلومات. أنا حقيقة أتفق مع إبراهيم في الفصل ما بين تقنية المعلومات وما بين الاتصالات، على اعتبار أن الاتصالات هي جفة سيليكون في موريتانيا. فمحتاجين إنه نحن نستشرف المستقبل، دارين نستفيد من أخطاء الماضي القاتلة جدا عشان نقدر نبني رؤية واضحة جدا للمستقبل. اولا اذا ما تبنت رؤيه للمستقبل الحيجو ثاني برضه حيتخبط نفس التخبط الجديد. فالرؤيه انا داير اسمع من ابراهيم يعني. فاول شيء اعتقد واحد من التحديات الكبيره جدا اللي حتواجه المرحله الجايه اللي هي انه كيف نبني الاطر الحاكمه لعمليه التحول الرقمي. على راس هذه الاطر اللي هو الاطار القانوني. نحن تجربتنا اللي عشناها في السودان تجربه مريضه جدا. نحن وجدنا كميه من القوانين الحاكمه لعمليه البيانات، مثلا اذا تكلمنا عن البيانات والنظم والمعلومات بنلقى كميه كبيره جدا من الاطر القانونيه المتعارضه. ليه؟ لانه هذه الاطر القانونيه بنيت بنظره المؤسسه وليس بالنظره القوميه الكليه اللي بيمثلها مركز القومي للمعلومات. فاذا مسكنا قانون اي جهه من الجهات بنلقى انه القانون ده ينظم عمل المؤسسة ويدير عملية البيانات والمعلومات في المؤسسة، لكن هذا القانون ذات نفسه بيكون حجر عثرة لما نجي نتكلم على المستوى الأشمل، لما نجي نتكلم على انسياب البيانات بين المؤسسات، لما نتكلم على بناء الناشونال داتا وير هاوس بالنسبة للدولة بصورة متكاملة، لما نجي نشبك البيانات دي مع بعض عشان تدينا بعد سليم جدا عشان تخلينا نقدر نستنطق البيانات دي ونقدر نطبق عليها نظريات علم البيانات القائمة على عملية الاستدلال والاستنتاج واستنطاق البيانات بصورة سليمة، بتواجهنا عقبة لأن البيانات دي بيانات هي تقنية ممكن يتم تشبيكها وترابطها مع بعض لكن ما في إطار قانوني. وكان في مقاومة رهيبة جدا لأنه تتبني أطر قانونية بصورة سليمة. الحاجة الثانية وبرضو أسمع منها من إبراهيم، طبعا السؤال الاول ده قانوني لكن هو قانوني تقني لانه بينظم عمل التقنيين وكيف المؤسسه التقنيه المسؤوله من التحول الرقمي تقدر تدير عملها في اطار قانوني سليم. النقطه الثانيه اللي هي الرؤيه الاستراتيجيه. يعني استراتيجيه البيانات في السودان انا ما عارف، خايف اسميها عرجاء تثير غضب الاخرين، لكن استراتيجيه البيانات فيها يعني محتاجة لإعادة دوزنة ولضبط كبيرة جدا. فتجاربنا اللي عشناها نحن في خلال السنوات الطويلة في حكومة السودان والتجربة القصيرة العاشة أخونا إبراهيم وتجارب آخرين أعتقد كلها مع بعضها ممكن نقدر نخرج منها برؤية استراتيجية متكاملة جدا لكيف نبني التحول الرقمي في السودان. فشكرا جزيلا إبراهيم يعني، وإن شاء الله نتلاقى ثاني في سوق من سوق التطور في السودان. شكرا جزيلا. أنا بس كنت أتمنى أستاذ عصام الدين كان زر بس يعرف عن نفسه، لأنه كنت دخلتها الناس تكون تعرف السؤال السهل على الأقل نبذة بسيطة إذا أمكن. ايوه شكرا جزيلا. انا عصام عباس، عصام عباس احمد، ضابط شرطه متقاعد، ارتبطت ارتباط وثيق جدا بالسجل المدني واحمل درجه الدكتوراه في علوم الحاسوب وهندسه البرمجيات. وحاليا يعني من الناس المهمومين جدا بعد ما لقيت مساحه من الزمن بعد التقاعد، لانه باقي العمر افضل لي ان شاء الله نبذله يدنا في يد الاخرين للارتقاء بصناعه المعلومات في السودان. شكرا جزيلا. شكرا لك استاذ عصام الدين. انا صراحه يعني فخور جدا انه واحد من الاعلام، صراحه انت من الناس
مؤسسين للرغم الوطني يعني، احنا عارفين وفي جدا عليك، فجزاك الله خير. ونفضل استاذ ابراهيم ممكن تجاوب، لانه السؤالين اللي ذكرهم استاذ عصام الدين، عشان ندي فرصه بعد ده للناس اللي حولنا. تفضل استاذ ابراهيم. ايوه شكرا جزيلا، وانا سعيد انه يعني بمداخلة الاخ دكتور عصام عباس، ويعني الاسئله الطرحه اسئله موضوعيه جدا جدا، واشكر على كلمات الطيبه، واتمنى انه يعني نواصل في النقاشات دي لقدام، لانه يعني السجل المدني عمل مجهود عظيم في مجال البيانات، لكن منفعته اقتصرت على المؤسسة تحت البوليس، ما امتدت خارج. وزي ما ذكر، أبدأ بالإصلاح بتاع المركز أول حاجة، في سؤال قبله عن الإصلاح بتاع المركز وبيجي بجاوب على أسئلة الدكتور صلاح حسام. إصلاح المركز، أنا المشكلة الوحيدة زي ما قلت، المشكلة بتاعت ميزانية المركز ده، ميزانيته السنوية زي ما قلت لك، أنا لما استلمته حوالي 137 ألف دولار، وبصدق لك منها تلتها، فدي ما قروش ممكن تعمل لك اي حاجه يعني عشان تقدر يعني تقوم باي مجهود ولا اي حاجه. فالاهم حاجه كانت بالنسبه لي انا انه اغير البيزنس موديل بتاع المركز، في انه المركز ده يعتمد على ايراداته. وسعيد وعينت شخص مشهود له بالكفاءه، وزول يعني انا بعرفه معرفه وصديق من زمن طويل جدا، ضغطت عليه انه يشتغل مستشار المركز، هو دكتور حامد اللمين. دكتور حامد اللمين ده كان في بدا حياته، هو دلوقتي في الجامعه، وبدا حياته في سوق الاوراق الماليه، وعمل بنك شركه الرواد، وطور لبنك الرواد، ولحد ما وصلت بقت بنك الخليج، وفي اخر النهايه اتخذت منه كده. وزول بيزنس اكاديميكلي و بيزنس وايز فيري سكسسفول، عاش حياته كلها في السودان، ما كان محتاج للمركز في شيء ولا حاجه، لكن انا ضغطت عليه وبحكم العلاقه بيناتنا يجي يحول لي، لانه بيفهم في الحاجات دي، يحول لي المركز ده لمؤسسه اراديه، واشتغل في الشغل ده ولحد ما الماليه اجازت التعريفه بتاعتنا وكده. لكن بعد ذاك حصل الحصل، والمساله ما مشت لقدام. يعني احنا لما عملنا اول عقد كان مع الجهة المسؤولة من التطوير العمراني في الخرطوم، في ولاية الخرطوم، ده أول جهة خشينا معاها في عقد، في إنه نحن ويصفور ديم، وبعتنا لهم 3 مهندسين شغالين معاهم، وكانت إيرادات اللي بتجي منهم بتكفيهم وتكفي مهندسين آخرين وكده، عشان تقدر تستغرب الناس تستقطب. حتى المركز فيه كوادر يعني ممتازة، يعني عدد من الكوادر ممتازة بالذات في الناس في يعني في الدرجات الصغيرة. يعني بكل أسف السودان ده الولدو قدام، وأكون قدامك طوال. يعني أنا في وقت من الأوقات كنت أفكر أعين نائب مدير للمركز دي مهندسة، هي باشمهندسة أم عربي، لكن قالوا لي ما بتقدر تعمل كده بقانون الخدمة المدنية، رغم إن أنا بفتكر إنها من أكبر الناس يعني اللي كانوا في المركز. فإصلاح المركز ده كان بيحتاج لامكانيات، والطريقه الوحيده ما دام يعني احنا ما لقينا قروش من الماليه اصلا، ولا لقينا قروش من الدعم الاجنبي، ولا من ليم واحد ما دخلنا من الدعم الاجنبي جه للسودان ده كله، احنا بنتكلم فيه وما في زول وجه لنا ولا صدق لنا بمليم واحد، سنت واحد ما دخلنا لحد انا ما سبت المركز. كانت بس القروش اللي بتجي من الماليه، واللي هي تلت ال 137 ألف دولار اللي قلت عليكم دي كل فدي ما اقولوش اول حاجه ذاتها ممكن تجيب لك ذات زول واحد كفو، يعني خليك من انك تعمل لك تحول رقمي. فدي طريقه الاصلاح. الحاجه الثانيه، انا كنت برضو سعيد وعندي كانت نداءات كثيره جدا جدا في ورشه عملناها، ولا ندوه معها معاي كان باشمهندس حامد يوسف مدير الرصادة الرقميه، وباشمهندس سلمى نور، و كانت رئيسة الجلسة ذاتها بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم، المهم كانت في التجمع الوطني، ايوه مولانا اسماعيل التاج، ولا من التجمع
المهنيين، وكانت في دار تجمع المهنيين، وتحدثنا فيها وعملنا دعوة شاملة للقطاع الخاص في انه يجوا يقعدوا معانا، نوريهم ونحن الفرص بتاعة الاستثمار في المجال شنو، ونشتغل معاهم على اساس انهم هم يمولوا، لان الحكومه ما عندها قروش والدعم الاجنبي ما عندنا قروش، فلازم يمول القطاع الخاص، والقطاع الخاص ده ما تشاريتي يعني، ما ناس شغالين شغل طبيعي دايرين حقهم، وما في مشكله ياخذوا حقهم. واشترطنا عليهم بس انهم ما يشيلوا اي اوبشن موجود، اي خيار ثاني المواطن داري عامله تطوير واتمته لاجهزه، ونزول استخرج حاجاته عبر التلفون، وخط التكاليف الدائرية انها ما مشكله، المستطيع يدفع، ما مستطيع يمشي بالنظام القديم ما دام النظام القديم موجود، يعني النزول يمشي يجيب في صف واللي عامل الدائري عامله يعني، وهم ياخذوا جزء من الترانزاكشن دي من تكلفه العمليه تمشي لهم، والجزء الثاني يمشي للحكومه، والحكومه تدخل فلوس. لكن ما القطاع الخاص طبعا يعني قطاع برضه يعني في المجال ده بالنسبه له، زي ما كنت مره اجتمعت مع واحد من الناس الغرفه التجاريه، وقال لي يا اخي انت لكن بتاع المعلومات نحن نيجي نستثمر عندكم شنو؟ فقعدت اتكلمت معاه وشرحت له، قال لي يا زول نحن والله بهيمه في السوق دي، كان ما جسيناها ما بنشتري، اقول له نشتري لنا حاجه وبنمسكها بيدنا، فدي مشكله عرفت يعني، هو ذاته محتاج الناس تشرح الفرص الموجوده في القطاع وكده. الجزء الثاني في اصلاح المركز في انه يا اخي خلاص نجيب شركات عالميه، يعني لانه في شركات مثلا يعني دار نعمل اتمته للميناء، دايرين نعمل نظام بتاع محاربه غسيل الاموال وتمويل الارهاب وكده، وانا استطعت انه اعمل سودان فيوجن ده، جيت شركه عملته بنظام سبونسر شيب، بانه يا جماعه احنا حددنا الشركات الدائرية انها اس اي بي ووب فورنتين بحسب الكرايتيريا والبروجكتس اللي احنا شايفينها، يعني ما شايفين مثلا ووب فورنتين كانت جهه مهمه جدا لانها عملت مواني في دبي وفي كينيا وفي حتات كثيره جدا جدا ونفذتها، فعندهم التجربه انهم يعملوا اتمته للمينا وكده يعني، فلو جونا وقعدوا وقلنا لهم خلاص اوكي الحكومه ما عندها قروش، انتوا عملوه مولوا بال 18 مليون دولار دي واستوعبوا لنا 20% للقطاع المحلي عشان قدام نستلمه، وبعد ذاك كله عمليه بتاع تخليص جمركي تاخذوا منها نسبه محدده لحد ما ترجعوا قروشكم. دي كانت الفكره، قامت الدنيا وقعدت في انه ليه، وحتى الميدان كتبت، حتى زور الكتب يعني استاذ قرشي بكل اسف، حتى الجهه الكاتب عنه ما عارف شنو يعني، انه المعلومات باعوها للمصريين و و و وفورنتين ما شركه مصريه ولا سيسكو شركه وطنيه ولا بوش شركه مصريه ولا غيره ولا غيره، لكن احيانا حتى الصحافه بتاعتنا دورة بيكون سلبي يعني، الناس يكونوا ما بيجتهدوا ذاته يتصلوا عشان يسالوك انت من معلومه قبل ما هم يكتبوا يعني عرفت، فبكل اسف يعني بعض الجهات خلقت منها، وبعدين الناس القطاع الخاص رغم انه جبنا ممثلين له في الفعاليه، والدكتور عصام عباس ذاته كان موجود في الفعاليه كتر خيره، وجاء مثل وزير الداخليه في الفعاليه وكده، وجو كل الوزراء وكده، رغم ده كله جبنا اتحاد اصحاب العمل وجبنا ناس الغرفه التجاريه والشركات بتاعت الاتصالات والبنوك وبنك السودان و الجهة المنظمة في وزارة المالية للعقودات وفي وزارة العدل، باعتبار انه لو حصل توافق مع بين وزير، ما نحن ما بنقدر نمضى نيابة عن وزير ولا بنقدر نخش في كونتراكت زي ده، نحن ما ناس تقنيين بنديه هل المسألة دي بتشتغل ولا ما بتشتغل بس، لكن هو نوريه هل نازل ممكن ينفذوا المشروع ولا لا، الوزراء وكده هم اللي بيحددوا يعني، في انه تتم الشراكات دي بصوره مباشره عن طريق الشراء والتعاقد وعن طريق وزاره العدل، ويبدو في تنفيذ مشاريع كثيره يعني لو وصلوا لتوافق. المشكله انه القطاع الخاص طبعا رغم انه عرضنا له وقعدنا معاه ومشينا لهم وما عملوا حاجه، لما جوا جبنا قدرنا نجيب الشركات دي، وكانت اصلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء في انه هو داير الشركات دي تيجي تشتغل في السودان وكده، قامت الدنيا وقعدت، واي زول بيجي يقول لك يا اخي احنا كيف احنا شغالين، حتى عن سيسكو كيف ما تجيبنا، يعني زي انا داير اجيب تايوتا عشان تعمل لي مصنع بتاع تايوتا، لكن عشان اعمل مؤتمر لازم اي ميكانيكي بتاع التايوتا ادعمه في السودان، انت ما عندك امكانيه تعمل لي مصنع التايوتا، انت صح شغال في التايوتا لكن انت شغال ميكانيكي في التايوتا، انت ما زول اللي بتقدر تمول لي، انا جبت الشركات اللي بتعمل السوفت وير مش اللي بتشتغل على السوفت وير، وجبت ممثلين منكم، وانا ما انا ما عندي قروش، القروش دي دافعها الشركات دي عشان تجي تعرض بضاعتها،
ونحن نختار بعد ذاك اللي بينفع معانا منون وينفع معانا منون. فدي تجارب دي كانت الحاجات الاوبشنز المتاحه لي الماليه. ما عندها قروش، ما جبنا قروش من ما ادونا ولا مليم من الدعم الاجنبي ونصر السودان الجدو كله، ولا تأملين، ولا قدرت لحد انا ومركز انه اوفر للشباب بتاع المركز ديل ادنى مقومات الحياه بالنسبه لهم، ترحيل وتامين صحي. في الكورونا دي الناس بتيجي تشتغل لحد الساعه 1 صباحا وما عندها تامين صحي، وواحد يكون مرتب وساكن الدروشاب ومرتبه 17000 جنيه سوداني بالشهر، وبيمشي وبيجي ب 750 جنيه. هذا الظرف يعني عشان الناس تكون دين الناس اللي بيشتغلوا يعني. لكن ما في مشكله، مجلس اداره السودان التيل كله عضو فيه واحد في السنه ياخذ 167000 دولار لاجتماع 5 ساعات. دي اوكي دي 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 المشاكل. لكن ارجع لدكتور عصام عباس عشان ما اطول الكلام، لانه كلامه مهم وانا سعيد بالمداخله بتاعته. ويعني السجل المدني ذاته جزء من الاعمال يعني تمت فيها يعني تغطية معلومات بشكل ممتاز، ويعني هم باينير. انا ما بفتكر انهم هم حاضن بيانات الدولة، لكن هم من الباينيرز في جمع بيانات مهمة جدا للدولة. وهم من الجهات برضو يعني عندها ممانعة، وبعضها من ممانعتهم ممانعة مشروعة اللي هي برضو أشار لها دكتور عصام عباس، اللي هو الجوفرنس بودي. أنا كمدير مركز للمركز مدير للمركز المعلومات ما عندي الحق يعني الليلة أفرض على الجهات دي تديني المعلومات، لكن القانون بيديني الحق ده. لكن زي ما قال القوانين دي فيها تضارب، او احنا تعين لنا مولانا ايهاب من وزاره العدل عشان يحسم في تضارب القوانين، وبعض القوانين دي اتغيرت. يعني زي ما انا دائما بقول اسنا شبابنا ديل كانوا بناتنا واولادنا ديل بيترسوا في الشوارع، الحكومه دي كانت بتترس في الفتره اللي هم بترسوا، القوانين اتغيرت 2018 دي كلها قوانين ما نافعه، لانها خرقت تقاطعات ما لا وجود لها في يعني في السابق. دخلت معارف صلاحيات بتاعت مركز الدتا للاتصالات، وصلاحيات بتاع هنا معارف، حول الصندوق النفاذ الشامل من دعم المعلوماتي حولته للنفاذ الشامل تبعته، لانه المساله كلها بقت زي انا بفتكرها عقليه الكماسره. يعني اول ما الثوره دي قامت وخلاص، ان اي كمساري كان بيحاول يشوف محل القروش وين يلقط يلم عليه تكون تحت ادارته. فدي عقليه الكماسره دي لازم تنتهي في السودان. انت تشتغل في حدود صلاحياتك، انت ما قم ساري تمشي تلقي اي قرش حتى تزول المراكب معك في بصك تشيل منه قروش. فدي كانت خلقت مشاكل جديده. انا واحد من المشاريع اللي كنت طارحها انه يعني انا اديك مثال، انا كنت شغال هنا وشغال في نظم القطاع معلومات الحساسه، شغال في وزاره العدل وشغال في الجمارك، وبشوف اي زول مقاطع وبشوف اي زول مسجون وبشوف اي انفورمنت للاف بي اي وبشوف المعلومات دي كلها. انا مشيت عبر الكليرنس نازل حقه عن حد، ولو مشيت السودان وجيت راجع قالوا لي وين انت ولاك بقى للسودان، ثاني ما حد يشتغل في المجال ده، شوف لك شغلانه ثانيه. فلازم تكون في قوانين زي دي بتربط في السودان برضه. وانا طوالي كان بشير لموضوع طه الحسين، كيف زول يكون كان اظن الرئيس يبقى ثاني يوم مستشار لدوله ولا بمثل دوله ثانيه فجاه كده من غير اي عواقب. فممكن تكون في تخوفات للجهه دي عن القوانين. لو بقت المساله مساله تخوفات، انا كان اقترحت انه يكون في جوفرنينج بودي. الجوفرنينج بودي ده المركز ما يكون رئيس ويكون مقرر وبس، لكن يشمل كل الجهات المختلفه ويقولوا المعلومات اللي بدها منه ومنو يدوا منه. وفي المركز ذاته انا كمدير مركز قومي المعلومات ما عندي حق امشي اخش السيستم بتاع السجل بتاع الاراضي واشوف القطعه الفلانيه حقت منو، رغم انه المعلومه عندي، لانه اي دونت هاف نيد تو نو بيربوس. ما في حاجه بتتطلب في عملي انا اليومي امشي اشوف المعلومه دي وافتش عشان شهر ساعه، ما في كلام زي ده. يعني لازم يكون في، وافتكر ده الكلام اللي بيتكلم عنه دكتور عصام عباس، وده كلام مبرر. يعني احنا لازم نقعد نخط اسس بتاع حوكمه وكده. وانا بديت البروبوزل ده، لكن كانت المعارضه اقوى من كده، اقوى من انها حتى ذاته تناقش البروبوزل ده. في معلومات انا ذاتي ما داري اشوفها ولا داري اعرفها ذاته، بتاعت معلومات بتاعت امن وحساسه وكده وكده، دي بكون في ناس محددين عندهم ابيليتي يشوفوها، عندهم الكليرنس المطلوب، وما اي موظف يمشي يشوف اي معلومه. الليله انا ما بقدر ما امشي بشوفها. لما كنت في وزاره
امن الغومي اشوف منو ادو جرين كارد ولا الجرين كارد بتاعه، لان انا اي هاف تو انتر اي نيد تو نو. تقدر تشوف المعلومه دي لشنو؟ عشان تضمن ان المعلومه بتمشي للزول. فده ده كلام متفقين عليه تماما يا دكتور عصام عباس، ونتمنى نناقشه ونقعد، لانه انا اشتغلت في القطاع المعلومات الحساسه فتره طويله وبعرف قوانينه كويس جدا جدا، ودي واحده من التجارب اللي كنت داير نقولها للسودان، لكن تعثرت يعني ما لقيت الاستجابه اللازمه. ودي الكلام ده الاطر القانونيه دي بتاع تقنيه المعلومات دي، اللي هي بيندرج تحتها استراتيجية علم البيانات زي ما قلت، يعني الموضوع بتاع التشبيك ومنو يشوف شنو، يا معلومة تو بي بروفيشنت، هو ما أي زول مسك المركز المعلومات القومي من حقه يشوف أي معلومة في الدنيا، من الأسلحة للجمارك للأراضي، لا لأنه هو مدير. أنا اشتغلت في زي ما قلت لك وزارة العدل، وكان عندي مدير لما يكون مش ما من حقه يجي محل أنا قاعد ذاته، لأنه ما عنده الكليرنس الآن عندي. لو داير بيضرب لي تليفون بقول لي تعال امرق لي برا من السكيب بيلدينج عشان داير اتكلم معك، لانه ده بيلدينج ما فيه ولا بتخش بتليفون ولا غيره، بس في تلفزيون عشان لو حصلت قدامك، لو حصلت كارثه ولا هزه ارضيه ولا كده تكون عارف باقي الدنيا فيها شنو. ما في حاجات زي دي في السودان، لكن في امكانيه نعملها يا دكتور عصام، ونتمنى انه نتكلم عنها يعني. شكرا لك يا استاذ ابراهيم. انا هسألك سؤال وفي اسئله طبعا في الشات حقراها طبعا بالترتيب. السؤال انه انت ذكرت حسي البيانات، انا عندي لبس في الفكره دي، هل البيانات المفروض تكون مركزيه ولا لا مركزيه؟ يعني مثلا هل البيانات الوزارات تكون الوزارات والمركز يكون مسؤول فقط من عمليه التبادل البيانات كيف بين الوزارات وبين المركز، وللبيانات تكون في مركز المعلومات ويكون في رولز وفي برميشن معين في آليات محددة لتبادل المعلومات حسب الصلاحيات وحسب كل السكيورتي ليفل؟ الأحسن أي طريقة أو البروبوزر اللي أنت كتبته اتبعت أي منهج فيه؟ طيب ده سؤال جميل جدا يا دكتور، وخلينا نجاوب عليه. البيانات نحن بنتكلم انه البيانات تكون عند مركز القومي للمعلومات، ما بنتكلم عن انه المركز القومي للمعلومات عنده امكانيه تدخل اي معلومه ولا يعدل اي معلومه. انا الاقتراح بتاعي، وده اتكلمت معاه فيه مع دكتور عصام عباس وكلامي ده لبعض الناس وقع بعد ما حصل في السودان، في انه يا جماعه انتوا شغالين في اوراكل، الداتا عندهم هم دي كنترول وات دي وانت تو انتر، المركز ما عنده المركز اول دي نيد اللي بنسميها احنا تكنيكالي الفيزيكال ستاند باي، تكون قاعده في المركز اللي هي شنو؟ النسخه الاحتياطيه الريد اونلي، تكون قاعدة في المركز، المركز يقدر بناس محددين في المركز مش المركز كله، عندهم إمكانية يمروا عبر عملية بتاعت كليرنس وفحص أمني وغيره وغيره، عندهم إمكانية يشوفوا الداتا دي بغرض تشبيكة. يعني أنا داير أقرأ بيانات السجل المدني عشان أعرف الرقم الوطني بتاع الزول كم، وأقرأ بيانات الجامعة عشان أعرف الزول درجته كم، وأربط بين الاثنين عن طريق الرقم الوطني عشان أشبك المعلومات مع بعض. دي ما البيانات تكون في حتتها في المركز بتاع الجهه المحدده، دي مسؤوليتهم هم، ان احنا عندنا النسخه الاحتياطيه فقط عشان لو الدعم السريع ضرب النسخه بتاعتهم الاساسيه عندهم ثاني نسخه في المركز يقدروا تركبر، وفي نفس الوقت نستعملها ان احنا في تشبيك البيانات. دي كانت الفكره. للاراضي قالوا لا ما بناخذ، ما بنديكم نسخه ارض، ما بنديكم يعني احنا ما دايرين النسخه دي عشان نطلع شهاده بحث لغرض البيع، ده ما حقنا. ما دايرين النسخه دي عشان اي زول يمشي يفتش ومنو اللي عنده اراضي وين، ما من حقك. وزي ما ذكرت لك يعني انا مرات يعني انا سوداني وعارف وكان عندي اكسس لموضوع المقاطعه ده، الداتا بتاعته تحت سيطرتي، لكن ما بقدر امشي اشوف فلان الفلاني مقاطع والله مقاطع في السيستم، بس ساكت شمشر انا داري والله الليله في خبر اتكتب عن فلان الفلاني عنده شركات وعنده اموال وسوداني وانا عارف اسمه مش افتش، ما من حقي. ولا بقدر كنت ولا ما كنت شغال في الوظيفه دي اقدر اقول الكلام ده ذاته، انا عندي اساس ولا ما عندي اساس في قوانين بتحكم الناس.
ودي بترجعنا ثاني لكلام دكتور عصام عباس عن الأطر القانونية وترتيبها وكذا طبعا انا بعتقد انه الناس بتكون في ما ضامنه القوانين اصلا بتتم تنفيذها، لانك انت زي ما ذكرت وبتمشي ليها تقول لها انا قانوني كده، تقول لك قانونك ده ليك انت ما لينا، انه هم عندهم برضه قانون اللي هم بيحفظ لهم حقوقهم برضه. اي جهه عندها قانونة، والقانون ده ممكن يكون مبرر للاليات اللي بتعملها. احنا ممكن نمشي الأسئلة في الشات، هنكون كالآتي: سؤالين في الشات وسؤال للزول راغيته. السؤال قال لك: ما هي إنجازاتك في فترة عملك؟ أعتقد أنك أنت ذكرت منها. إذا عندك شيء تاني أستضيفه في الإنجازات ممكن تذكره. المبادرات التي أطلقتها، أنت تكلمت عن سودان فيوجن فيوجن. وفيوجن، أيوه، وكان كان أي ثينك عندك سودان سمارت، وآي ثينك برضه في كان مبادرة بتاعت كونتراكت تقريبا أو سمسونج مع مركز الجودة، استشاري الجودة، حاجة بالشكل ده، مركز الاستشاري الجودة والسلامة تقريبا. ده طبعا أنا عشان تبعت البروفايل بتاعك في المركز، فما أعرف التفاصيل، لكن دي كده. تاني في سؤال: هل تم وضع رؤية واضحة وخطة استراتيجية للمركز خلال فترة عملكم؟ هل تمت الاستعانة بخبرات المجال لهذا الأمر؟ أعتقد أنك أنت ذكرت أنك كان في استعانة بالخبراء وكذا، لكن إذا عندك أي إضافة تضيفها في السؤال ده. وبعد إجابة السؤالين ديل، ما من واقع حديثك توجد مشكلة كبيرة في الحوكمة لطبيعة عمل المركز القومي، هل قمت بوضع تشريعات أو قوانين ولوائح وحوكمة وسياسات، وحتى ولو لم يتم اعتمادها؟ بعد إجابة السؤالين الأزرق دي هنمشي للشذا الرابع ده، باشمهندس الشذا. دكتور أحمد، سوري قاطعك، الفرصة كويس. الأولى للأخ محمد هاشم. اوكي، محمد هاشم، اوكي. تفضل استاذ ابراهيم. اوكي. انا افتكرت باشمهندس محمد هاشم هتكلم. انا جاوبت تخليه على المركزية وخطيت تصوري لموضوع البيانات. بموضوع الانجازات تقييمي انا الشخصي للمشروع اللي مشيت عامله انه فشلت فيه، اللي هو بناء نظام الحمايه اجتماعيه، وكنت داير الموضوع ده يتم قبل ما يتوحد سعر الصرف وقبل ما يتم رفع الدعم، باعتبار ان انت بعد ده يعني بدل ما تدعم دقيق تدعم رغيف، بدل ما تدعم بنزين تدعم ترحيل وللنزول المستحق منه وكده يعني. وما كانت في قروش ممكن تعمل العملية دي سوى القروش الموجودة كانت في مشروع ثمرات، واللي هو أنا أفتكر كانت أكثر من كافية يعني. إن نصها كان ممكن يعمل العمل اللي داير عمله بسرعة، لكن اختلفت الرؤى وبقت المسألة في إنه يعني بصراحة طريقة الشغل هي كانت المشكلة الأساسية. وأنا طبعا اعترضت، والدكتور عصام عباس كان موجود في اجتماع آخر اجتماع أنا زاد كنت مدعو له ذاتي يوم 24 بعد فطور رمضان، وكان فيه الدكتور جبريل وكان فيه باشمهندس هاشم حسب الرسول وزير الاتصالات، وفيه مفوض الفقر، وفيه فيه بخيت وزير الرعاية الاجتماعية، وفيه مفوض الفقر، وهم رفضوا لأنهم كانوا دايرين الجنائي الاجتماع كان رئيسه باشمهندس هاشم عصب الرسول، وهم قالوا لا القروش دي ولا البيانات دي تتجمع عن طريق الاس اس دي والشورت كود وتجمع، وما عندنا قضية وبقية البيانات الدايرين أنا صالحها ولا عندنا أي حاجة، ونحن دايرين نوزع القروش وكده. وأنا شفت إنه والبيانات تجي عن طريق شركات الاتصالات يجمعوا القروش دي، وبالتالي طبعا هتمشي لهم الميزانية وجزء منها للسجل المدني وكده. وأنا بحسب القانون وكده كنت رئيس اللجنة دي، وأنا اللجنة دي يعني بتجتمع وما قاعدين يدعوني لها، وأنا في آخر النهاية جيت الاجتماع، جيت بعد الناس دي خشت جيت خش الاجتماع اي سربرايز اول اوف ذيم 24، حصلت مواجهة بيني وبين دكتور هاشم حسب الرسول وزير الاتصالات وجبريل، فإنه أنا قاعد في المركز القروش دي ما بتمشي كده،
وانا ده شركه اتصالات، لو داير منها المعلومات دي بجيب الثلاثه ديل وبقول لهم تدوني معلومات التليفون ده بيطلع برقم وطني، ليه انا اديكم قروش ان تدوني معلومات الرقم الوطني؟ تقول لي نجمعها ثاني من جديد، مو اصلا لما طلع طلع برقم وطني من عندكم، المعلومات ما عندكم، اديكم كم مليون دولار عشان تدوني معلومات اصلا هي متوفره عندكم حق الدوله اللي شنو؟ وانا رفضت وحصلت المشكله، وهم ثاني يوم ما شو اشتكوا لي الحمد لله، وقالوا ابراهيم تهجم علينا وجمد بداي في الاجتماع ما مدعو ونبذنا، وقال ان احنا ده حسب ما قالت سكرتيرة وزير الاتصالات في واحد من الجروبات، بانه ابراهيم جو قال لنا انت حمير وما بتفهموا كده، وانا ما قلت كلام زي ده، وكل اللي قلت انه انا قاعد في المركز الكلام ده كده ما بيمشي، القروش ده هتمشي لجان المقاومه لو انا قاعد، ويمشوا دي بيت بيت يجمعوا المعلومات مع باحثين الاحصاء. فدي الانجازات ما كثيره، لكن افتكر انه واحد منا من اهمها انه يعني الفكره في تحويل الموديل، البيزنس موديل بتاعت المركز القومي، الفكره بتاعت انه قدرنا نخلق تواصل بين السودان وبين اكبر الشركات العالميه زي بوش وفورنتين، اللي عامله النظام بتاع البورصه، هسه انا شغال في البورصه ولا في الجهه المحكمه للبورصه اللي هي براقب الانتي مانا لوندري انتي مكافحه غسيل الاموال والارهاب وغيره وغيره، وبوش وفورنتين، و هم عدد من الشركات العالمية يعني الكبرى جات، وبعد ذاك الموضوع حتى بكل أسف يعني عشان تعرف عشان نكون واضحين، يعني حتى الموضوع ده لما دعا عليه مجلس الوزراء، وده قد تكون سربرايز لناس عشان، لكن أنا لازم أقول الكلام ده لأنه سكت عليه كثير وما غصني، جات بمبادرة وطالبوها مجلس الوزراء، لما جيت خلاص وأنا خلاص داير أحقق الموضوع، هم قرروا إنه إبراهيم ده يمشي، لما جيت ماشي لمصر الامين العام لمجلس الوزراء طلع لي قرار بتاع مناعه بالسفر عشان ما اجي امشي احقق المشروع، وفي اخر النهايه قلت لهم انتوا الشايف روحي وبيقدر ينزل لهم الطياره يجي ينزلني، ومشيت سافرت وجيت عملت المشروع وما في زول سالني بعد ذاك لا مجلس الوزراء ولا غيره. ففي في في ناس بتعاكس من اجل المعاكسه، عرفتها ما بخلوك، وانا ماشي على حسابي الخاص ولا شايل منهم ولا مليم ولا بتذكره، وما اشتغل شغل السودان عشان الشركات دي تجي، وكل الشركات دي قاعده في سلام روتانا، دفعت لسلام روتانا 240 الف دولار عشان يجي، كان ماشي معاك دكتور عصام عباس ده نفسه، عصام عباس طلعت له موافقه، طالع معايا دكتور حامد يوسف طلعت له موافقه بالسفر، وهم انا داعي يمشوا معايا، لكن انا عشان ما امشي تطلع لي عدم موافقه بالسفر، ما امرق مطار خرطوم، وانا فخر اني اتصلت بجوز قلت له انا ماشي وماشي بجوازي الامريكي والداير فيكم يجي نسلم من الطياره، هو شيء. ففي في ظرف زي ده لو في زول بيقدر يعمل انجازات تكون كويس، لكنه انا فشلت يمكن، لو في زول بيقدر بيعيش في ظرف زي ده وتقدر تمشي تقعد في السودان ده وتلغي ايجار لشقتك ب 1600 دولار تعيش فيها وتخلي مرتبك وتدفع لولدك 52 ألف دولار في السنة في أمريكا ولبيتك 38 ألف في السودان وتعيش ب 107 دولار في الشهر، أمشي أمشي لو قدرت، أنا لو كان قدرت أنجز ما كنت بكون ندمان، لكن لأنه ما قدرت أنجز المشروع اللي مشيت له، ولأنه في ناس عرقلوا كل حاجة ممكنة يعني، وبقيت الموضوع بقى جايط، وبقى أنا الزول بس تطلع بكرامتك وبمواقفك المشرفة وتقول للناس شكرا جزيلا. فالمبادرات تمت دي كلها محاولة كلها بلان بي، سواء كان سودان فيوجن ولا كده، بانه انت لما تمشي هناك تلقى انه ما في امكانية انك تنجز ولا تعمل اي شيء يعني. مع انه في ناس كثيرين جدا جدا الزول يعني في السودان برضو اجتهدوا يعني، و يعني انا كنت بلاقي الناس كده يعني، انا مثلا من الناس اللي كانوا قريبين لي وافتكر في الشات حصه هو باشمهندس محمد ابن عوف، هاشم ابن عوف وزير البنيه التحتيه وقتها، وما كنت بعرف باشمهندس ابن عوف، لكن يوم كنا ماشيين المينا وجاء دعاني ومشيت، وكان المفروض نمشي بالطياره بتاعت العساكر ذي، وما ادونا ما ادوا لي في النهايه، لكن مشينا، ولما نجي هناك قام زول حسيت بيه وده زول الدار ينجز، لانه لما جيت الله قال اخوانا هو اي زول ما مفوض من جهته ما يركب معي الطياره ده، انا ما داري زول يمشي معي هناك واقول له اعمل كذا يقول لي ارجع لمديري،
انا قلت خلاص ده زوري، وانا وباشمهندس هاشم كنا يعني غير قريبين لحد ما الاثنين طلعنا من الحكومه يعني. ونحن الاثنين برضو جينا مدعومين من نفس الجهه اللي هي القوى المدنيه، اللي هي دي الكتله الوحيده اللي ما فيها سياسيين، ولا مش ما فيها سياسيين انما ما فيها احزاب سياسيه. فدي اما مساله الحوكمه والاستراتيجيات، يا في استراتيجيه اصلا كانت موجوده، ونحن طورنا الاستراتيجيه ودي اللي ادت لسودان فيوجن، اللي هو نحن شلنا استراتيجيه التحول الرقمي اللي هي اتعملت قدامنا في المركز ورسناه ولقيناه قدامنا، وعملنا لها تعديل لانه وقت ده كانت بتتكلم من منظور الحكومه السابقه وما فيها تشالنجز كثيره زي الكورونا خلت مثلا يكون التعليم من البعد والصحه عن البعد حاجات مهمه وكده، فحدثناها ومنها استنبطنا المشاريع كلها لان احنا نفتكر انها ممكن تفيدنا، وقعدنا والحاجه دي تمت بمساعده اولا حاجه جاء المستشار من المندوب العام للامم المتحده اسمه ماكس خولتي، ما اعرف هسه وين لكن اخر موقع له كان في هراري. فماكس خولتي ده جاء بيفتش في انه المنظمات ذاتها دايره بيانات عشان تقدر يعني ناس الفود سكيورتي وكده وكده يستعملوها في انه من ودايرين لها جهه هوست، وعمل انترفيو لعدد من الناس. لحسن الحظ انا الباك جراوند بتاعي التقني والباك جراوند بتاع ماكس خولتي كانوا فيري قريبين من بعض وكانت روحيتنا متطابقه، فاول ما اتكلم معي قال لي لا خلاص انا ماشي مجلس الوزراء ونحن تاني ما محب المشروع بتاعنا ده وتحته انت ممكن تعمل مشاريعك الدايره حق المركز، وانا افتكر انك انت اكثر زول انا في السودان قعدت اتكلمت معه فاهم انه داير اعمل شنو، مشينا واجتمعنا في مجلس الوزراء ومنها بدينا نشتغل، هو في هراري وانا في السودان ومعايا دكتور حامد اللمين وعدد من الناس اللي تطوعوا معانا، بنشتغل من 7 مساء لحد 1 صباحا بنجهز المشاريع، وانا في وقتها دعيت لانه يكون في مؤتمر للتحول الرقمي لتمويل التحول الرقمي في السودان، وبديت والاوراق ال 35 جهزناها دي طلعت منها المشاريع اللي عملنا بها سودان فيوجن. وفي نفس الوقت اتصلت علي اختنا من مجلس الوزراء عائشه البرير وقالت لي يا اخت تعال انا حقدر نتكلم معك، وانا مشيت واستاذ عائشه قالت لي يا ابراهيم انت هسه قاعد تعمل لك مؤتمر بتاع تمويل وكده وكده وكده، وحسها ظهرت فكره اسمها مؤتمر باريس دي حتجمع اي حاجه، يا اخي انت ليه تعمل مؤتمر ده؟ انت ما خلاص حاجاتك جاهزه وخليها امشي قدمك في مؤتمر باريس. وقلت لها خلاص ما في داعي ل دوبليكيشن اوف ايفورتس يعني نعمل الاوفر، ما انا خلاص مؤجل ما عندي حاجه ثانيه اعملها، قال لي قال انا هيد اوف ذا جيم وعندي كل مشاريعي وكده. فدي كانت مشاريع فيها مثلا بتاعت الانتي ماني لوندري، بتاعت حوكمه المعلومات، فيها مشاريع بتاعت اتمته الميناء، وفيها مشاريع بتاعت العطاءات الحكومية كيف تكون ترانسبيرنت وتكون فيها معلومات ونعرف منو بيدي العطاءات لمنو و و و و35 مشروع، وانا حسها موجودات قدامي قدمناها كانت جاهزة، واشتغل معانا ماكس فولتي بمعرفته لانه كان نائب رئيس المعونة الامريكية في وقت ما، فبيعرف يقول لي مثلا انتي ماني لوندر ده ما تودي بقى مؤتمر باريس، ده موضوع بالنسبه للامريكان مهم وسكسي جدا وممكن مثلا تتمولوا ليك المنظمات مجانا ما ينفع، لكن مثلا الحته الفلانيه كده، فهو كان ده شغله معايا يعني مين مور اور ليس انه هاو تو كلاسيفاي البروجكتس وكده. واشتغل معانا دكتور حامد اللمين ده فتره طويله جدا جدا، واشتغلت استاذه وصاله اللي هي كانت مديره المكتب التنفيذي، وباش مهندس عارف كان مدير مركز البحيرات الوطني التابع لي برضه، انا شاكر له للساعات الكثيره والسهر سهروا معانا في انه ننجز المشروع. فدي المشاريع دي كلها كانت موجوده، انفورشنتلي انا اتفصلت ولا تمت اغالتي قبل مؤتمر باريس ب 10 ايام، و مشى مشروع واحد فقط لمؤتمر باريس بكل اسف، والمشروع الواحد اللي مشى وقالوا ناس الاتصالات، مشى وزير الاتصالات قال احنا عندنا مغطين 80% من الرقعه السودانيه بابراج الاتصالات، وابراج الاتصالات الحتات اللي ما موجود فيها اللي هي محلات النازحين والحتات اللي ما فيها انترنت محتاجين نمشي هناك عشان نغطي، ومشى المشروع ده وقال ده غطى الرقعة
ال 20% الباقيه ده المشروع الوحيد اللي تقدم من وزاره الاتصالات والتحول الرقمي في مؤتمر باريس، يغطيها بيغطي ال 20% من المساحه دي، ودار تمويل 800 مليون دولار عشان يغطي. انا سؤالي اللي بساله لحد الليله يا باشمهندس هاشم حسب الرسول، في انه طيب لو افتكرنا ال 20% ب 800 مليون دولار وتقدر تغطي ال 80% 4 اضعاف، دي ابراج الاتصالات اللي عندنا مالكه، ليه لحد الان عنده ديل؟ وال 20% اللي حتجيبها حتمشي وين؟ حيديرها منو برضه؟ حتمشي لسوتيل هديه ولا حتقعد؟ افتكر ده سؤال فير لو قدرنا نتصل ببشمهندس هاشم ويجاوب لنا عليه. اوكي دكتور ابراهيم، باشمهندس هاشم ابن عوف موجود، لو لا حاب دقيقة، يجاوب مرحبا. لو هو أعتقد قاصد ما قاصد باشمهندس عشان نعرف. لا باشمهندس هاشم ابن عوف ذكرته في موضوع المينا، وقلت من اكثر الناس اللي اشتغلت معاهم، اما الاتصالات الموضوع فكان كيف هو كيف هو؟ باشمهندس هاشم حسب الرسول، وشتانا ما ايوه بينه وبين. ايوه فهو باستشعار بس ما أول طيبون حاجة نرحب بالباشمهندس هاشم بن عوف، تفضل. كيف الحال؟ ان شاء الله كويسين يا باشمهندس معليش انت في الموجود يعني. إن شاء الله بخير تفضل باشمهندس بن تفضل يا عوف. باشمهندس هاشم، باشمهندس هاشم، هاشم بن عوف خليه يتفضل. الو السلام السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام، تمام. اهلا وسهلا، سوري. طيب انا صراحه كنت اون واوف، وفي لحظات كثيره كان بيجيني اتصالات بفصل انا من الزوم، لكن فجاه سمعت هاشم بن عوف، فما عارف حسي انا الباك جراوند اللي وعدت ليه السؤال. اول حاجه ارحب بكل المتحدث والمقدمين والمستمعين، ويعني انا ابراهيم باخت يعني بعثت به وكانت لصيقه جدا، وما وجدت الا كل تعاون، و صراحة يعني ال thinking out of the box ومن غير قيود يعني، بمهنية عالية خاصة في مدرسة النافذة الواحدة، وكان قعدنا فترة طويلة في بور السودان. الخطة الإسعافية دي كان فيها تقريبا يعني 11 أو 12 ستيك هولدر، من ضمنهم طبعا المركز القومي بتمثيل دكتور إبراهيم، والتجارة والمواصفات، وطبعا كل بنود الميناء. فده كان اكثر يعني احتكاك به، كنت فعلا يعني ممنون جدا لادائه. والله كتر خيرك يا باشمهندس، اسمك جه في نفس السياق يعني، وحصل يعني انا تكلمت عن موقفك لما كنا اول مره ماشيين المينا، قلت ده اول مره الاقيك، وانت لما وقفت وقلت يا اخوانا اي زول ما عنده تفويض من جهته ضار يضيع وقت نمشي هناك، وقول ارجع لمديري ما يركب الطياره دي منك. هذا فقلت صح. انا اللحظه دي حسيت بانك انت صاحبي وبقينا صحبان بعدك. نعم. فدي كانت اجابه اسمك، لكن بعد ذاك تحدثنا عن باشمهندس هاشم حسب الرسول، ايوه وفي ناس خلطت بين الاسمين، وانا قلت لا، ما في ايوه علاقه بين الشخصين دي النهائي. الله والله انا يعينك يا شاكر الله، لك يا باشمهندس، الله وتفضل يبارك فيك تلاقي في ساعه خير بإذن نقدر الله. نعمل حاجة، واتمنى اتمنى ما تكون زينة وصلت مرحلة الغموض في انك انت تمشي السودان ترجع يعني تساهم يعني في وقت من الاوقات، او على والله الاقل تبقى زينة كده من على البعد يعني. والله يا أخي يعني زي ما بقولوا نتمنى إنه الغيب يكون فيه الأفضل، ان و شاء الله ان شاء الله. وبعد ذاك يعني البلد أولاده موجودين يعني، والواحد دائما حيكون عامل سبورت لاي شخص عاوز يتقدم لقدام. والحاجه الكويسه دكتور ابراهيم، انا واثق انك حتعمل ريفيو كويس جدا للفتره اللي قضيتها هناك بكل شفافيه، دي ما عندي فيها اي شك، وحتحط يعني كما هي يعني زي ما بقولك من وجهه نظرك انت، والحاجه شايفه صح، والحاجه انت شايفه انك انت ما انجزت فيها، انا متاكد من الحقيقه تماما، ودي الحاجه اللي حتفيد الناس اللي ماشيين اللي قدام، انه يستفيدوا، يكون في ليسن ليرن يعني، والا ما حيكون في فائده، وخاصه لو بقى الليسن ليرن ده من طرف محايد، بعد الواحد اللي بشهادته يقوم هو ينظر لها ويحللها ويأكدها، لانه الشخص ما بيقدر يعمل تقييم لنفسه مهما كان. طبعا طبعا بالتاكيد، والله بالتاكيد. انا طبعا يا باشمهندس يعني ما
زول كتابة كثير، لكن المشروع ده يعني بدأ مرتين وتعثر. يعني عندنا صديق عزيز قدامنا بدبعتين، بدأ كان يكتب في المذكرات دي وأنا بسجل له تسجيلات صوتية. بعد ذاك اتصل بي أخونا هاشم السليك، أقصد السليك، فايز السليك، وهو كان عنده كتاب عن مشروع كتاب عن الفترة الانتقالية والتقييمة، وتكلمت معاه كثير وقال حيضمن جزء كبير منها جدا جدا في أعمل يعني باب خاص بعد التحقيق من كلامي واتصال بأخذ وجهة نظر الناس الثانيين المشاركين وكده. ولكن بعد ده قامت الحرب. يعني انا ذاتي لي فتره طويله فايس هنا في كونتيكت، لكن والله لينا قريب من الحرب دي قامت اظن تكلمنا مره واحده، فما عارف مشروع كتابه ده مشى لوين يعني. لكن انا حاجاتي مسجله ومدونه يعني في حاجات صوتيه وكده على اساس. انا برضو كان عندي سؤال، يعني مش سؤال لكن بالنسبه للمبادرات الحاسة شغاله، زي مبادره اعمار السودان، في اعمار الخرطوم، في نشاط كبير داخل فيها وفيها اقسام متعدده، هل تنوي المشاركه فيها والابداء بتجربتك ومساهمه في خطط مستقبليه يعني؟ والله بالتاكيد في لو حاجه عندها علاقه بالمجال انا كنت شغال فيه ما عندي اي مشكله يعني ابدا. يعني انا حاسه الغرض من اللغه ده في انه الزول يملك الناس المعلومات والتحديات، وعلى اساس انه ممكن يكون في زول يعني يكون عنده امكانيه ينجز ما لم استطيع انجازه وما لم نستطيع انجازه، يكون عنده يعني حاجات تاني. يعني انا ما يعني الناس كلها بتقول انه انا فتحت حرب على عدد من الجهات في نفس الوقت، وممكن ده كان مشكلة وما هنا، لكن انا ما شايف في امكانية بتاعت انك تبني يعني تحالفات مع ناس انت ممكن تكون شغال بمصالحهم. يعني دي صعبة شديد، يعني دي بتحتاج، عشان كده انا بقول التحول الرقمي ده داير لابو من فوق، يقول ما يجي يقول يا اخواننا انتوا اتفقوا وخلاص باركوها وكلام زي ده، لا لا لا، انت لا لا قول لا، وجهة نظرك وانا اقول وجهة نظري، يقول والله هاشم كلامه ده الكلام السليم، ويا ابراهيم انت تمشي ورا هاشم، انتهينا. صحيح، فدي ما لو ما ان احنا ذاته محتاجين لناس القيادة. التنفيذيين دول بيقدروا يتخذوا قرارات، ما ناس بيقعدوا يكتبوا لنا لا ريسيرش لا، ما واعملوا لنا ينفع، لجان. لا 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 لا، هو لازم طبعا، يعني خاصة في الفترة بتاعت التأسيس الانتقالي، يعني أنت بتحتاج لقيادة عندها ديسيجن ميكينج سريع، ويكون بالضبط عندها حسم للأمور، لكن برضو لابد يكون عندهم النو هاو تو ديفرنشيت بين ويتش اند ويتش. يعني ما ممكن هو الزول اللي بيتردد يقول لك اعمل اللجنة ده، معناته هي كانوت ديسايد، لأنه ما عنده الانف كومبتنسي إنه يفرز. ف ذاتس واي انت بتحتاج لقياده عندها النولج بتاع انه تو ديستينجويش، يعني باي سيمبل لوجيك، يعني انه هو صح. از رايت اند هو از رونج ات ليست، يعني لانك انت يو كانوت ديسايد بلايندلي، واذا خايف تو ديسايد بلايندلي حتقول للناس يا اخواني شاوروا انتوا، ده ما بينفع. عشان كده قياده الفتره الانتقاليه الجايه لازم يكون في حرص على اختيار هذه القياده بمواصفات يكون فيها سبيسيفيكيشنز، كل من لامته هذه السبيسيفيكيشنز هو حيكون جدير بقيادته. يديك الصحة والعافية، ده الكلام المنطقي. يعني أصلا قيادة تنفيذية ما بتتخذ قرار ما عندها معنى. نعم، شكرا جزيلا يا اخوانا، ما اطيل عليكم، يعني تفضلوا. لا، احنا طبعا سعيدين جدا يعني بوجود زي ما بقولوا اثنين عندهم تجارب في ارض الواقع، يعني زي ما بقول جده كان في المويه ما زي جده في النار، ده مثل بسيط جدا لكن هو بيعكس الواقع بشكل كبير جدا. انا حابب بس نقول الاسئله في باشمهندس محمد هاشم وشذا، عشان يقدروا يسالوا استاذ ابراهيم باخت واستاذ هاشم. نتمنى يكون معانا مستمع، ولو في عندك أي تعقيبات بعدين تفتح لنا. تفضل باشمهندس محمد هاشم أو أستاذ محمد هاشم. أعتقد قفلت المايك، إذا ما عندك سؤال نمشي لشذا. باشمهندس شذا، السلام عليكم. باشمهندس عليكم السلام. أنا شاكر اليوم أستاذ إبراهيم على السياحة الفاتحة، في معلومات طبعا أكيد بالنسبة للناس ممكن تكون
معلومات يعني جديدة جديدة. الجديد إنه نزول كل مرات ما أعرف التفاصيل، لكن القديم إنه يعني نحن ثقافة العمل الجماعي عندنا كيف مفقودة يعني. كلامي ده جاي من إنه أنا برضه في فترة من الفترات كنت عملت في المركز القومي للمعلومات، وكانت واحدة من الحاجات في صوت متداخل كده، انا ما في صوتين بيتكلموا نفس الوقت، ما لا عرفت. بصوت من عنده فما في مشكلة، تفضل تفضل. في صوت اه في لو في الباك جراوند تلفزيون يعني؟ ولا اي لا لا جوكي جوكي تفضل. في ايوه صوت معاك بس جوكي. بس كده الصوت برضه لسه فيه؟ الصوت فيه بس من حولك، لكن صوتك واضح. طيب الفكرة بتاعتي إنه أنا جاي يعني، أو تساؤلي جاي من وين؟ جاي من إنه نحن عندنا جزئيات بتاعت إنه يعني فوائد العمل الجماعي عندنا مفقودة. الحاجة الثانية برضو مرات ما نكون عارفين القوانين والمصالح الاستراتيجية بتاعتنا، فده بقوم دايما بيخلي إنه يكون شنو يعني بين المصالح الاستراتيجية حقتنا دي بيكون في زول عارف حاجات وقادر يطلعها من الطرف الثاني، وفي زول ما عارف انه هو والله في يده القلم وبيقوم ما بيكتب بيه. فده التساؤلين جاي يعني بانه اسا احنا حاليا بالنسبه لنا في موضوع التحول الرقمي ده، يعني المفروض نبدا من وين في الثلاث حاجات دي؟ يعني التوعيه حقتنا ذاتها، يعني انا بفتكر انه المواطن نفسه اصلا هتقوم يعني يقوم التحول الرقمي ده بالنسبة له، وهو عنده فيه مصلحة أكتر من الناس اللي ممكن يكونوا هم مرغوصين في الموضوع ده. شنو اللي أنا أقدر أعمله هسه حاليا في التحول الرقمي يفيدني بإن أنا والله حتى الناس اللي ماسكين القلم دي أخليهم يكتبوا الكلام اللي أنا دايره؟ إذا سؤالي بالنسبة لك واضح يا أستاذ الكاهن. لا سؤالك يعني ما متأكد أنا فهمته، لكن أنت بتتكلمي عن فوائد العمل الجماعي وشنو ممكن في الوقت الحالي يتعمل غير عشان العمل الجماعي المصالح الاستراتيجية حقتنا بتكون مرات كثيرة هي ما واضحة، يعني المصالح الاستراتيجية دي ما مفهومة بالنسبة مثلا للمركز القومي للمعلومات والوزارات وارتباط الوزارات بيه. ايوه وقع عليه. فمرات كثيرة ده بيخلي انه بتكون مرات اصلا في ممانعات. اوكي فهمت كلامك. اوكي شكرا لك. الله يسلمك. طيب اجاوب ولا في سؤال ثاني ولا اجاوب على السؤال؟ ممكن انا اديك السؤال، بس في سؤالين بس هم سريعات عشان تجاوب مع كله. في شخص ذكر في الشات قال لك انت ذكرت المركز منظم للمعلومات، ماذا عن الحكومه الالكترونيه في غاده؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، هل تعتقد ان المركز مؤسسه خدميه ام اراديه؟ لانك انت ذكرت انا موضوع الاراده، فتفضل ممكن تجاوب مع اصحاب السؤالين دي. جدا جدا. بالنسبة لباشمهندس شيزا، هو فعلا نحن يعني عندنا مشكلة يمكن في ثقافتنا، يعني نحن ما بنحاول نقرب وجهات النظر، وأي زول بيكون في حتته والزول اللي عنده وجهة نظر ثانية. يعني نحن يعني نتمنى إنه في يوم من الأيام يعني كلنا نعمل بمقولة الإمام الشافعي، يعني رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأيكم خطأ يحتمل الصواب. يعني برضو الزول في الجهة الثانية دي مهما يكون، قد يكون انت عندك بلايند سبوت في حتات ما شايفه، هو جاي من منطق مختلف، فالزول يكون اوبن لانه يعني يغير وجهة نظره. واحد من الامثلة يعني المرض علي انه انا لما قدمت الموجهات الخطة بتاعت العمل للمركز القومي للمعلومات لرئيس الوزراء، أول ما جيت كانت فيها 13 موجه، من حوكمة البيانات وحوكمة القطاع نفسه، ولما القطاع في حتة واحدة لأنه لحد الوقت ذاك الاتصالات كانت تابعة للجيش وكده. واحدة من الحاجات قلت دمج تقليل التكاليف، دمج المصادقة الرقمية
وعملاقة جزء ولا وحدة من وحدات المركز القومي للمعلومات. بعدها اتصل بي باشمهندس حامد يوسف مدير المصالة الرقمية وطلب اجتماع، واجتمع معي وقال لي يا أخي أنا شايفك الخطة دي يعني واحدة من الحاجات اللي أنت ما شايفها، إنه المركز القومي ده ذاته في يوم من الأيام ممكن يكون جزء من ليجل ليتيجيشن، من قضية معلوماتية، والمصادرة الرقمية هي اللي بتجي تدلي بشهادة، وإذا بقى الجزء منه بيكون فقدت حياديته. وأنا أفتكر إنه دي خطوة مفروض تفكر فيها وبعد ذلك تقرر تقدر تعمل شنو. أنا طوالي اجتمعت مع أخونا حمد اليمين الزاكي وباشمهندس هاشم باشمهندس حامد ومستشار المركز القومي للمعلومات أخونا الأستاذ أسامة بكر عديل، وسألتهم السؤال ده وفعلا الأستاذ أسامة قال لي يا إبراهيم بتنسف حيادية المصادقة الرقمية كده. وطوالي رجعت كتبت جواب ثاني يوم قلت لهم لا أنا أفتكر إنه ده أنا عملت خطأ والمصادقة دي تكون قاعدة وراها، لأنه الواحد بيجي جزء من تقاضي هي لازم يكون عندها حيادية عشان تجي تشهد عشان تتحقق العدالة يعني. فما مشكلة، المهم إنه الزول يديك دليل حاجة منطقي، ما مشكلة إنه أي زول فينا بيغلط، ما في زول منزه يعني، وأي زول فينا ممكن يكون ماشي فيه. لكن المشكلة إنك أنت لما تكون عارف الطريق الخطأ وبينوا لك إنه خطأ وتستمر فيه، فدي مشكلة. ففعلا فوائد العمل الجماعي كبيرة جدا. والمصالح الاستراتيجية يا باشمهندس القومية اللي بتتكلم عنها، المشكلة في السودان مشكلة إدارية نحن بنسميها في علم الإدارة سب اوبتمايزيشن، الناس بتعاين لمصلحة المؤسسة مش المصلحة الكلية، مصلحة المؤسسة هو شغال فيها شنو؟ ما المصلحة العامة. ودي ما في مرات كثيرة جدا جدا ما بتتفق مع المصلحة العامة، يعني من مصلحة مثلا أرجع لك لموضوع كنت ذات ودي مثال بالمساحة، مصلحة المساحة إن يكون عندها كل القواعد البيانات الجغرافية، لكن الصحيح يكون عندها البيس ماب بس هي اللي بتحدد حدود السودان. ما عندها قضية خط المدارس في الماب دي ليه بتاعت وزارة التعليم، ما عندها قضية خط المزارع والهناية دي حاجة بتاعت وزارة الزراعة، ولا المستشفيات دي حاجة بتاعت كل زول يكون عنده لير. اللير بتاعتك دي تيهاف عندك فيها إمكانية تدخل معلومات وتمسح معلومات وتعدل معلومات، واللير اللي ما حقتك عندك إمكانية قرايتها بس، كده بتقدر تطلع الخطة الجغرافية للسودان الجي اي اس ماب بتاعت السودان تقدر بصورة سليمة. يعني المساحه اللي تخط السكه حديد ده ما شغل بتاع البنيه التحتيه، ده بيقولوا ناس باشمهندس هاشم بن عوف ده بورونا وين الحته ده حقه، يدخلوا المعلومات دي بيس على اللي انت عملتها بتاعه الحدود الجغرافيه السليمه للسودان حسب الحدود بتاعه السودان. انت عارف حلايب تابع علينا ولا ما تابع علينا، شلاتين تابع علينا ولا تابع علينا، ما من حق اي زول ثاني يجيب خريطه ثانيه لانه ده حقك انت. اي زول البيز ماب، ودي بتكون لايرز اون توب اوف ايتش اذر، بتقدر تديك البيكشر السليمه للسودان. لكن لانه الخريطه الجغرافيه للسودان بادرت بها المساحه، وربنا يرحم دكتور السناري يا اخي ويغفر له، اشتغل فيها شغل كثير، المساحه قررت انه هي ما حتدي المعلومات دي لزول وما حتخلي زول ثاني يشتغل فيها، وقاعده في لابتوب. انا حاسه اي دون نو المساحة عندها المعلومات دي ولا ماشت مع دكتور السناري، لأنه الحاجة العريفة كانت قاعدة بس في اللابتوب بتاعه، ودي كانت واحدة من المشاكل يعني. فلما تتكلم عن المصالح، أنا أفتكر المصالح الاستراتيجية الفوق دي بيعرف الجسم الفوق المحوكم ده، يعني الجسم المحوكم ده يكونوا فيه ممثلين لكل الوزارات، ويكون في الزول اللي بيرأسه بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء، ويقول لا وزارة التربية التعليم انت ما من حقك تعملي كده، دارين تعملوا كده لمصلحتكم انتوا، لكن لا الصحيح تعملوا كذا، وزارة الزراعة انتوا كده تعملوا كده. فالجسم المحاكم ده، وده بروبوزل طويل اتكلمت فيه انا في الندوة مع مولانا اسماعيل التاج وحامد يوسف في تجمع المهنيين، وفي موجودة في سونا يعني بعض الحاجات اللي انا اتكلمت فيها زي الغايه مع شوقي عبد العظيم بتاع المشهد وكده، بكل اسف يعني تلفزيون السودان قرر يعدمها ما تجي، وحسن الحظ عندي منها يعني نسخة.
لكن اللغه بتاع التجمع الوطني موجوده، الناس ممكن ترجع عليه لوجهه النظر في انه انا ما كان مهم يعني تقوم وزاره ولا ما تقوم وزاره، المهم انه الاجسام دي تقوم سلطه تقوم حاجه، الاجسام المتعلقه بالاتصالات والمعلومات كلها تتبع عليها، لكن يكون في جزء جسم وفوق للوزارات دي كلها جزء محوكم وغايه عمليه التحول الرقمي، لانها بتتطلب تنسيق اكروس بيشمل كل الوزارات، ولو مسكتها لوزير الوزير ده ما خلاص مسؤول من وزارته، بيقدر يخط قرارات يمشي وزارته، لكن ما بيقدر يقول لوزاره ثانيه انت ادعم لي كده عشان الشغل يمشي، فلازم يكون في جسم اكبر منه خليك من، فمدير مركز ده ما حاجه صغيره، ده تحت الوزير ذاته ما بيقدر يعمل حاجه، الوزير ذاته ما يقدر يعمل حاجه لانه هو محتاج قرارات تشمل وزارات ثانيه، عشان كده لازم يكون في جسم اكبر، الجسم الاكبر ده هو المسؤول من التنسيق الاستراتيجيات وهو اللي بيتخذ القرارات، ويكون فيه زول بيتخذ قرارات وفاهم التحول الرقمي ده فوائده شنو كده. اما بمساله انه اكثر حاجه ممكن تعملوها في الوقت الحالي، يا اخي انا لو بطلب حاجه بالله الناس تركز كلامها في انه الفاليو ادد، الناس بتستفيد من شنو لو مشت فيه مسألة التحول الرقمي؟ الناس بقت حاسة خلاص يعني اتطورت بالمعلومات دي، العربية بقت تسوق يروح وراها توصلك محل انت ماشي، المعلومات زاد، انا حاسة على شغال في قسم الشفافية في الفاينانشال اندستري ريجوليتور اوثورتي، بنقرا اي انا بيجيني 60,000 ترانزاكشن في الدقيقة، في اسهم اتحولت من يد ليد، بيتم عليها ارتفيشال انتليجنس، هل فيها سسبشن، فيها فروض، فيها شنو، فيها انسايدر تريدنج، فيها كده فيها كده كده، ويزن 5 سكندز من المعلومات دي جات ونحن قريناها هنا، بيطلع القرار من ال من 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 الموجول بتاع الداتا ساينس، بورينا انه دو وي نيد سمبادي تو لوك ات ولا لا، ولا الحاجه دي سليمه. فنحن ما ممكن البنك تخش فيه قروش مشبوهة يكتب جواب يصل وحدة الإدارة وحدة المعلومات المالية بعد أسبوع، بعد ذاك دي لما القروش يقول فشت الأراضي يرسلوا الأراضي جواب بعد شهر، بعد شهرين الأراضي ترد وما ترد، ما في مساحة لزمن قدر ده، انت يو نيد تشبك المعلومات دي وتميك انستنتينيس ديسيجن وتبني بفوق ليها نظم بتاعت ارتفيشال انتليجنس وداتا ساينس والمساله دي كلها، ما خلاص اقول في النهايه اتخاذ القرار ده شنو يعني؟ يعني ساينتفكلي هو شنو؟ اتس لوجيستيك ريجريشن موديل سيمبل، خدت الانبوت والريجريشن موديل بيطلع لك القرار، تدي الزول دوره ما تدي الله، ناس الداتا ساينس ليه بيعملوا 300 400 الف دولار في السنه هنا في امريكا؟ لانه الوحده كلها بتاعت الاستثمار بتاعت البنك دي بيغيرها هناك وان موجول، بتخط عليه الانبوت الزول دخله كم كده وتاريخه شنو وداير كم سلفيه بكم، الموديل بيقرا لك وبيقول لك الزول ده تدي لون ولا ما تدي لون، ولا بتمشي في محاكم عشان الزول يجي يقول لك والله عشان انا اسود ما ادوني اللون والزول الابيض ادوني اللون، ده ما بيعرف ده، لا بيعرف زول لا بيعرف لون لا بيعرف كده، بيحميك انت ذاتك. لكن نحن وين؟ نحن لسه ذاته هم ذاته، عندنا المكفوفين في السودان وين؟ وعددهم وين؟ وين السجل بتاعه؟ المقعدين، الارامل، اليتامى، الناس اللي بيستحقوا الدعومات دي، بتدي الدعم لاي زول، بتخط في مواد بسيطه، ما هو ما 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 ما, ما, ما المنتج المستهلك، بتخط في الدقيق ما في الرغيف، الدقيق ده بيمشي مكرونه وبيتهرب، وتخط في في البنزين بيمشي اسرع عربات في الفترة اللي انا اشتغلت فيها، عارف التانكرات بتاخد فترة اقصر انها توصل البنزين والجازولين لكسلة ولا غرب دارفور اكثر من انها تشيل من الجيل يجيبوا اي طرمبة في 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 الخرطوم، ليه؟ لان من هناك ماشي تهريب، لان من هناك ماشي تهريب، سيمبل very simple. وعندنا ريسورسز قاعده، واحده من المشاكل مثلا صندوق النفاذ الشامل ده برضه قاعد مسؤول منه الفريق ابراهيم جابر، انا في عضو مجلس الامناء فيه قروش مهوله 10 سنين 7 سنين، انا 11 شهر بكتب في جوابات عشان مجلس الامناء يجتمع، ما في زول داير يجتمع يورينا القروش ده فيه شنو وبالصرف وبالصرف على وين، وفي اخر النهايه ما شوري ناس مولانا اسمع انا مشيت وانا وهم اتفقنا وانا زعلت مركته، وناس مولانا التاج قال لي تمشي، قلت له انا ما بمشي، تمشوا انتوا انا بديكم المعلومات تمشوا تتوروني ولا تمشوا للرئيس الوزراء شوفوا تتصرفوا الموضوع ده، انا لازم نجتمع. لما مشوا قال لهم وين انا قروشكم دي، كنت اخذتها قروش سودانيه وتحررت الدولار، المليارات اللي بيتكلموا عنها دي حسها ما موجوده،
يعني انت بتخش في معارك اكبر منك كمدير مركز قومي للمعلومات عشان تمشي تصارع لك عضو في مجلس سيادة من الجيش ولا كده، متحكم في سوداتير ومتحكم في صندوق النفاذ الشامل ومتحكم في الصرف، ويكون عندك وزيرة مالية بتمضي لأي حاجة، لكن الحاجة المهمة ما بتمضي لها تعمل لها لجان عشان تقتل الشغل وغيره. فدي مشاكل حقيقية، الزول ده يمشي يكون عارف روحه، هو حيخش في حاجات زي ده يعني، حتخش في حاجات زي ده وحتعمل أعداء كثيرين. لكن أنا والله في سبيل السودان ده ما عندي قضية بعد أي زول. شكرا لك أستاذ إبراهيم. في أستاذ يحيى، دكتور يحيى. أوكي، كان أسف ميك أن ميوت. دكتور يحيى، أنا ميك يور سيلف أن ميوت. ممكن تعمل أنا عملت لك ريكويستشن، تفتح الصوت. أوكي، ايوه تمام، يا دوب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا وشكرا لاخونا ابراهيم داخلك على الصراحه الشديده يعني. وانا حقيقه اول شيء انت طلبت التعريف، انا دكتور يحيى عبد الله، استاذ مشارك في جامعه السودان للعلوم والتكنولوجيا، وكنت اول وزير للاتصالات وتقنيه المعلومات لسنتين 10 12، وبعدين هيئه قوميه للاتصالات، والان في جامعه السودان. حقيقه انا اتفق مع 90% من اللي قاله اخونا ابراهيم، ما عدا نقطتين ممكن اقولهم بعدين لو حابين يعني. وفعلا احنا محتاجين راس لتقنية المعلومات في الفتره الجايه، وحقيقه انا حاولت اقابله في خلال فتره جديده لكن فشلت يعني. كنت ماسك حاجه اسمها الفريق السوداني للاي دي ايفيدنسي، وكنا يعني حقيقه كنا محققين تقدم كبير جدا في المنطقه العربيه على الاقل في الاي بي فيجن 6، وكنا محاولين انه بعمل مركز نتقدم اكثر، لكن حاله الظروف زي ما قابلت يعني، جيت مرتين ما لقيته، والثالثه اظنه كان عيان افتكر، كانت جاته كورونا، وطلبت من السكرتاري انه اقابله ثاني وما استطعت يعني. وكنت مشاهد من بعيد يعني القتال اللي انا متوقعه، لانه هو زي ما تفضل انت بتقاتل في كافه الجبهات في الفتره السابقه، في جبهات هو قالها وجبهات اخرى هو ما قالها، حتى قطاع الاتصالات اللي هو اتحفظ عليه شويه، ده برضه فيه قتال عجيب يعني، هو ذكر بعضه بصراحه شديده وفي بعض الاخر لم يذكر، ويمكن الحين هنا ما له. احنا بنتكلم عن افاق المستقبل الان، بنتكلم انه كيف هنقدر نخوض التحول الرقمي في الفتره القادمه باذن الله تعالى. فانا حقيقه من حكم وجودي في المركز، يمكن حتى واحده من الحاجات اللي انا قلت حاجتين اختلفت فيهم، واحده فيهم تبني المركز لموضوع الهاوس هولد وايصال الدعم لاصحابه الى اخره. طبعا هو المركز زي ما هو تفضل المفروض هو ما دوره كده، دوره انه يسهل للوزاره المعنيه للقيام بهذا الامر، اللي هي كانت وزاره الرعايه الاجتماعيه، كان كانت الولايات، كان كانت المحليات او غيره، عشان يقدر يخاطب بصوره اكبر. لكن هو الظاهر شال معركه اكبر من دور المركز بالقضيه نفسها، وبدا يقاتل مع الجهه المعنيه، وده مفهوم، انا بالنسبه لي مفهوم جدا يعني، انه احيانا في وحدات كثيره جدا مهترئه يعني، هو لو اتيحت له الفرصه يتكلم لتحدث عن وزارات مفتاحيه في السودان، مراكز المعلومات فيها وضعها أسوأ من المركز القومي للمعلومات نفسه هو شافه، بل في وزارات مفتاحيه ما فيها ناس ذاته اصلا قاعدين في مراكز الاي سي تي. طيب انا مداخلتي بتوقع منه اجابه عليها، يمكن الثانيه على ابراج الاتصالات يا ابراهيم، هي ما كلها سيدتين براها، ما زين براها معاها وام تي ان وكذا، فاتوقع انه الكلام بيشمل الثلاثه يعني. اي نعم انت كان عندك صراع مع سيدتيل في الموقع، وانا اللي بديت الصراع ده باي ذا واي، لو اتيحت الفرصه اتواصل معك على الجنب نقول يعني. لكن لا، المهم دي النقطه الثانيه يعني، عشان ما تكون انت بتحسب النقطتين هم فيه. انا بتكلم عن المستقبل، وانا افتكر انه في المستقبل المركز القومي للمعلومات ده لما انشاوه ما كان الناس بتفهم يعني شنو ايميل، ولا كانت بتفهم يعني شنو ويب، ولا بتفهم يعني شنو تقديم خدمات الكترونيه من الاخرين. فقام اضطر دي تحت 7 سطور انه يقوم بهذا الامر، ويعمل ايميل ويعمل ما بعرف شنو، وينفذ برنامج ويعمل ويسوي.
بعد شوية الوضع يتغير يعني، فألا ترى أنه الآن الأوان أنه المركز القومي للمعلومات ينتقل من المرحلة التنفيذية، ما ينفذ حاجة يعني، ما عنده شغلة بأنه ينفذ ولا يستضيف حتى مخدمات ولا يعمل يسوي، وظيفته أنه ينسق بين الجهات الحكومية المختلفة، لأنه كلامك ده كله كلام قتال خارج المركز. لو أنت لاحظت، أنت ما تكلمت عن مشاكل جوه المركز، تكلمت عن قتال مع مراكزه موجودة خارج المركز، مع ناس ما مهتمين بأمر المعلومة، مع ناس عندها مشاكل في حوكمة المعلومة زي ما قال أخونا عصام عباس. فلا ترى انه المرحله الجايه المفروض المركز القومي للمعلومات ينتقل عشان يقوم بدور تنسيقي، وليكن تنظيمي برضه لو عايز، يعني ممكن برضه تنظيمي، يعني ايزر انه تنظيمي يترك لجهه اخرى، او هو ذاته يقوم بالدور التنظيمي ده، ويتابع الاستشارات، ما يقدم الاستشارات، لانه زي ما انت تفضلت فيري هارد للمركز القومي للمعلومات الان انه يحتفظ بالكلمات، يقدر يكون مستشار مثلا. انا قاعد اضرب مثال دايما مع اخونا عباس معانا الان، بقول يعني المركز القومي للمعلومات لو داير يبقى مستشار لوزاره الداخليه، معناته لازم يكون عنده كادر داخل المركز استشاري مور كواليفايد ذان اخونا عصام عباس اللي هو قاعد في وزاره الداخليه، عشان يقدر يصارع بالغادي. فالمركز ما بيستطيع يجيب كاليبر زي ده طبعا، يعينه بالظروف الخدمه اللي انت ذكرتها بصراحه شديده. فاذا في موضوع الخبره ممكن هو يستفيد من الخبره الموجوده، يعظم استفادة يساعد بيئة خبرة إنها تتبني، لأنه عددها محدود جدا ومخجل في السودان فيما يلي مجال الاتصالات وصيانة المعلومات. فأنا مداخلتي إنه مأمريات شنو إنه لو المركز يتحول لكيان تنسيقي، تنسيقي دي مهمة جدا لكل مشاريع التحول الرقمي، ويدعم الاستشارات إذا ما بيقدر يقومها ويتابعها، يعني هو يحدد إنه البروجكت الفلاني في وزارة الرعاية الاجتماعية السكيل بتاعه هو السكيل الفلاني، إذا نجيب له بيت استشاري شكله بالشكل الفلاني عشان يتولى الاستشارة في مثل هذا النوع من المشاريع. في نفس الوقت قيام حاجة في رأس الدولة فوق، أنا كان سألوني قبل سنة كده ليه الناس دبي بيعملوا ما بعرف شنو في الحاجة الفلانية أونلاين، والرخصة الجديدة أونلاين، والما بعرف شنو أونلاين، وكذلك السعودية. قلت لهم والله دبي عندها محمد بن راشد قائد الموضوع ده، والسعودية عندها محمد بن سلمان قائد الموضوع ده، مين قائد موضوع التحول الرقمي في السودان؟ ويمكن انت اتفقت معايا لما قلت داير له ابو. فاذا الابو ده طبعا في السودان انت يعني مفترض يكون رئيس الوزراء، رئيس الجمهوريه الى اخره، لكن اظن بحسب خبرتنا الموجوده في البلد دي صعب انه زول واحد يكون، فيكون مجلس يعني مجلس استشاري، او مجلس أو مش مجلس استشاري عفوا، مجلس للتحول الرقمي يرأسه رئيس مجلس الوزراء، ويكون المركز القومي للمعلومات مقررا له في خلال الفتره القادمه. انا قصدت بالكلام ده شنو، انه يعني نطلع من الـ من الـ يعني احنا شفنا مرارات كثيره انت حكيت جزء منها، واحنا لو قعدنا نحكي ساعه برضه عندنا مرارات زيها برضه عشناها في القطاع لحد ما رجعنا لجامعاتنا، لكن دايرين ننور الطريق للناس اللي جايين ورانا. فما هو رايك في هذه المقترحات اللي انا طرحتها يعني؟ شكرا. شكرا يا استاذ يحيى، ابو استاذ يحيى طبعا غني عن التعريف. استاذ ابراهيم ممكن تجاوب طوال المايك معك. والله يا أخي جدا، لأنه مداخلات دكتور يحيى مداخلة يعني مهمة، وهو زول عنده خبرة طويلة، وأنا والله متأسف يعني ما قدرت أقابلك، ما عندي فكرة يعني أبدا، يعني ما لقيت يعني معلومة إنك أنت حاولت تتصل بي ولا رسالة ولا أي حاجة من الإدارة بتاعت المركز ولا لكن بتابع بعد ده، ما عندي عليهم سلطة، لكن بسألهم ليه أنا ما عرفت إنك أنت يعني حاولت. وفعلا أنا في وقت من الأوقات أنا ووالدتي صدمة بالكورونا، وكنت في أسبوع ما مشيت المكتب، يعني كنت شغال من البيت. لكن أنا سعيد بإنك أنت يعني أفتكر آخر مرة كانت لقينا كان في اجتماع التواصل، إنك تكون متذكر، وأنا وأخونا محمد زين أيام باشمهندس تهاني كانت وزيرة الاتصالات. كانت أنا في فترة من الفترات مشيت السودان، وأنا طبعا أخونا معتز موسى وسعاد إبراهيم ودلته بعدي في الجامعة يعني، فكان توفى، كان في وفاة لسعاد ودكتور سعاد، وأنا اتصلت على الزيت وكده، وبعد ذاك اتصل أخونا معتز موسى وكان في ألمانيا وعرف إن أنا في السودان، فاتصل بي وعرفت تهاني، فطلبت إن تلاقينا أنا ومحمد زين وكده، ومشينا لها يعني اتناقشنا في عدد من الحاجات. فده الاجتماع الوحيد اللي انا بتذكر احنا كنا مع بعض يعني. لكن طبعا انا الوقت ذاك بعرفك معرفه وسيطه يعني.
كشخصية عامة يعني. الكلام اللي قلته كله كلام ممتاز جدا جدا. الموضوع بتاع ثمرات يمكن انت بس ما تابعت كل الكلام اللي انا قلته اثناء وجودي في المركز وكده. انا ما بتكلم انه المركز يستلم مشروع ثمرات ولا يستلم من ليم واحد، على العكس تماما. انا في اجتماع في مجلس الوزراء لما الدكتورة هبة اقترحت انه توفر للمركز 5 مليون دولار، انا رفضتها. انا قلت انا داير الشغل ما داير القروش. القروش خليها معاك، ادينا احنا الشغل. نكون مستشار الدولة التقني ونقوم الشغل. لكن انا كان الفكره بتاعتي في مشروع ثمرات في انه المشروع ده فيه جهات كثيره ذات مصلحه. يعني الرعايه الاجتماعيه يكون دورها تحدد ندي منه وما ندي منه، لانه ده شغلهم. هي تورينا الكرايتيريا ونحن نعمل الالجوريزم اللي بتحدد الكرايتيريا دي. الشمول المالي والكلام ده يمشي بنك السودان. الكلام ده انا قلته في لغائي مع في المشهد، وقلته في لغائي في سونا وفي سوداني 24، في انه كل زول يعمل حسب حسب دوره وقانونه مع التحفظ على تعارض القوانين، لكن حسب تخصصه. يعني احنا ما عندنا حق نقول يا اخي ادوا فلان ولا تدوا علان، ده ما شغل بتاع الرعايه الاجتماعيه، عندها مؤشرات الفقر وبتعرف اللي بيستحق منه وما بيستحق منه. ما عندنا حق نقول لوزاره الصحه نحن دايرين نعمل شغل نوري اولويات تطعيم الكورونا، لانه لا، هم عندهم المعلومات، عارفين عمر الناس واللي عنده امراض مزمنه والكرايتيريا، هم يورونا الكرايتيريا ونحن نبنيها في الالجوريزم. ده كان الدور بتاع الشمول المالي يمشي بنك السودان. توزيع القروش والقروش ذاتها تكون عملتكم وزاره الماليه، ما داري انها تجي المركز الاول ولا نشوف ذاته، لكن نحن نحدد انه كيف القروش بتتصرف والجهه بتتصرف لها وكده، بيعمل عمل منيع. يعني بدل ما تمشي الاتصالات وتمشي السجل المدني وكده، تمشي غالبيتها للجان الاحياء والمقاومه وباحثين الجهاز المركزي للاحصاء، لانه برضه هو من الجهات المهمة جدا، لأنه ممكن يقود العمل البحثي، ودي ما عندهم خبرة لجان المقاومة كده. لازم يكون أقرأ على رأسهم زول من الجهاز المركزي للإحصاء، يوريهم المعلومات يجمعوها كيف والبيانات يعملوها كيف كده. والاستمارة بتاع جمع البيانات كلها تتم بالتنسيق، والسجل المدني برضه عنده دور باعتباره هو اللي بيحقق لنا الهوية، وده الدور الأساسي اللي ممكن يلعبه في إنه والله الرغم الوطني 1 2 3 بتاع دكتور عبد الله يحيى عبد الله، لو طلع لنا اسم ثاني معناه غلط. يعني نحن وي هاف تو فيريفاي ثرو ذيم. فهو كل زول، لكن تقنية المعلومات والمعلومات ذاتها وتبويبه وترتيبه وتنظيمه وكده يكون داخل المركز. وكلامك صحيح، المركز قانونه، وانا اتكلمت عن الكلام ده، بديه انا قلت في وقت من الندوات قلت والله قانون المركز ده، بس الحاجة الوحيدة ما بيديها للمركز انه ما يعمل بني ادم، لكن اي حاجة بدي عليه وده يعني ينظم وينفذ. وده ما كلامك سليم 100%، ما يقدر على الشغل ده كله في نفس الوقت، وفي ما ممكن تكون منظم ومنفذ في نفس الوقت في آن واحد ذاته يعني. فده كلام مهم وانا بتفق معاه تماما، وذكرته عدد كثير جدا من المرات وكده. الحاجه الوحيده اللي انا كنت بفتكر انها كانت مهمه جدا جدا، اللي هي تكون في يد المركز برضه، هي ميزانية، مش الميزانية كمالية، الميزانية كقرارات، اللي لأنه في عدم مركزة ميزانية التقنية ومروره بأنه يوافق عليها ويحدد أولويات المركز، بيخلق يعني ويست اوف ماني بشكل مبالغه. يعني اي جهه دايره تبني لها مركز بيانات، واي جهه دايره تبني لها مركز بتاع بيانات جغرافيه، هو السودان فيه 240 نظام بتاع موارد ماليه، اداره موارد ماليه، ولا بيتكلموا مع بعض ولا بيشبهوا بعض ولا بتقدر تشبكهم مع بعض، وكل واحد جاي برخصه وبتكاليف مختلفه، مع انه واحد سنترال ممكن يوفر المعلومات وممكن يفيدهم كلهم ويخفف الصرف. لانه اي وزاره لما تديها قروش بتمشي تعمل الحاجه اللي دايره تعملها هي، ما عارفه الوزاره الثانيه. المركز هو الجزء الفوق زي الكوتش،
وبعين للعيبه، يعني قد ما بيعرف يلعب زي اللعيبه ولا قريب منهم، لكن بيشوف من فوق الحاصل شنو عشان يقول يا اخواننا والله الحاجه دي احنا عندنا هنا نستفيد منها، نديهم من الرخصه الموجوده عندنا، نزيد عدد التراخيص، نزيد عدد حسب التراخيص ذاتها معموله كيف، بحيث انه تصرف القروش مره واحده وما تصرف 224 مره في 224 وحده. فده انا، اما كلامك عن مجلس التحول الرقمي ده اكزاكتلي اللي انا قلته فيه لغايه بعصونا، في انه ما مهم الاسم ولا مهم تجي وزاره، المهم يكون في مجلس اعلى يكون مقرر المركز، يكون رئيسه رئيس الوزراء زي ما قلت، ما عنده وقت يعمل الكلام ده، وقد ما يكون عنده التكنيكال نو هاو ذات ويقدر يدير نقاش زي ده، لكن الرئيس المركز ده يكون بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء. ده اكزاكتلي اللي عمله باشمهندس هاشم حسب الرسول، هاشم ابن عوف لما مشينا المينا، قال انا ما بتحرك الا بدون صلاحيه رئيس مجلس الوزراء، لان انا ما اقدر اقول للوزاره الثانيه، وفعلا طلع قرار بانه باشمهندس هاشم ابن عوف ماشي الرحله دي بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء، and everybody has to line behind you. فهي نفس الفكره. يعني لكن كلامك سليم، وفعلا الاتصالات كلامك صحيح، يعني في انا كان فكرتي انه انا ارجع كل الابراج الاتصالات للمركز من جميع الشركات واطرحها في اعطاء للشركات تتنافس فيها، ما دام المركز ما عنده الامكانيات انه يديرها لو وقع برج في كاسكيل ولا بتاع ده الاسبوع ولا 10 يوم يصل، ويمكن شركه اتصالات تصل بصوره اسرع، ذاتس فاين، لكن ان احنا ما نديهم ابراج الاتصالات ونمول منهم الشركه، الاختلاف في سوداتيل انه الشبكه الحكوميه مموله من سوداتيل، وسوداتيل عندها والابراج بتاعت الحكومه، وبدل ما سوداتيل تدفع للحكومه، الحكومه بتدفع لسوداتيل. ده كان الخلاف السليم، وكلامك صحيح طبعا جوا يعني عدم التناغم ذاته مع جهاز تنظيم الاتصالات ده كان مشكله كبيره، يعني وجهاز تنظيم الاتصالات تغول على حاجات كثيره جدا جدا بتاعت المركز بدون وجه حق، يعني بيشتغل في الشغل بتاع تقنيه المعلومات وبيمشي الاي تي يو وكده، وانا اشتغلت مع سفيرنا علي بن ابي طالب الجندي بانه اوقف المساله دي، يعني من الاتصالات فوق، ووصلت لحد مدير اداره الاي تي يو فوق، في انه يا اخي الكلام ده ما سليم، لكن لانهم هم اللي عندهم البروج وهم اللي بيدفعوا الممبر شيب فيس، بيفتكروا انه هم اللي بيقرروا انه من يعمل شنو، وفي النهايه بيرشوا ناس المركز بانه يا اخي خلاص المدير بتاعنا يا اخي بنوديكم فيينا كم مره وبتاع، وانا رفضت قلت ما داير انا فيينا، لو داير مش بقروش ما داير زاد قروش، فانا داير شغلي المركز يعني. وفعلا يعني كلامك ده سليم، واتمنى يعني انه يا اخواننا السودان توصل لمرحله بعدها نحن لازم يعني نقعد بشفافيه ونتكلم بشفافيه، والله لو الزوم ده فيه فايده انه جاب لنا يعني زول زي دكتور عصام عباس وزول زي دكتور يحيى وبتاع، قد نكون مختلفين في حاجات كثيره، لكن افتكر كلنا المفروض نتفق في انه يا اخي السودان ده we have to save it somehow، مفروض نتنازل من كل حاجاتنا التانية ويكون السودان ده الهمنا الكبير، بغض النظر عن اختلاف وجهات نظرتنا في أي حاجة ولا أفكارنا ولا أحزابنا ولا كم ما عندنا أحزاب، اللي حزب بيمي ليه ولا غيره، ده كله بيجي في مرحلة ولا أمنا وأبونا ذاته ولا حي، يعني يجي السودان ده أبونا الكبير وأمنا الكبير، نراعيه في البداية ونشوف مصلحته هو بشنو، ونغض النظر عن حاجاتنا السب اوبتمايزيشن، والله انا مصلحه وحدتي كده، والله انا مصلحه ناسي كده، والله انا دي ال... دي 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 دي, دي, دي البقر الحلوب بتاعتي ما بفرط فيها عشان اديك كلام زي ده، يعني نتجاوز المساله دي ونمشي لقدام، وزي ما قلت لا وزير بيقدر يعمل ولا غيره، الوزير ذاته حيكون هو برتبه وزير، وفي التراتبيه ذاتها في الوزارات دي عندها اسبقيات، يعني في وزارات بتعتبر قرار اقوى على الوزارات الثانيه، يمكن وزاره التحول انا حاسميها وزاره تقنيه المعلومات والاتصالات، واتمنى الاسم الجديد يكون كده، ما عندها يعني ما اقوى من وزاره الخارجيه مثلا، لان وزاره الخارجيه اقدم قانونيا والقانون بيدي الاقدم الحقيه وكده،
فانت محتاج لجسم اعلى. الجسم الاعلى ده زي ما ذكرت انت وكلامك اللي قلته ده التيبيكالي ماي بروبوزال اللي انا قلته، في انه يكون في جسم بصلاحيات فيه كل الوزراء ولا ممثلين الوزراء، ويكون فيه رئيس يا بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء ولا رئيس الجمهورية ولا هو ايفر الزول الفوق يعني. كده غير كده الشغلة دي هتكون انك انت بتجيب لك زول داير وعمل لك حاجات، وانت ما مديه التولز اللي يقدر يحقق بها الحاجات دي ولا الامكانيات المالية، وما حيقدر يعمل حاجة يبقى ضياع وقت يعني. لكن بتفق معاك في كل الحاجات اللي قلتها 100%، اصلا ما في خلاف يا دكتور يحيى بكلامك اللي قلته، كلامك كله اللي قلته سليم 100%. جزاك الله خير أستاذ إبراهيم باخت. أنا الحضور كلكم إذا في سؤال ممكن زور في عدو، إذا ما في ندي أستاذ إبراهيم باخت في خلال دقائق يا أختم. فادية خليل آخر أكون آخر مشاركة معنا في أستاذ فادية، وبعدها نحاول نختم لأنه الزمن طال. كده زور حاول باش مهندس محمد هاشم تاني، لأنه هو كان أوكي الزول المندوب لموضوع ال أنا انتدبته. افتكر إذا دمها محمد هاشم، باش مهندس محمد هاشم كان فترة أنا انتدبته للمركز، مهم لأنه هو من الناس العارفين جدا في مواضيع المينا، وأنا انتدبته لمعرفته في موضوع المينا. و أوكي أنا بحاول على مرة ثانية. أوكي تفضلي أستاذة فادية. فادية خليل. السلام عليكم. ودكتورة السلام ورحمة. أنا فادي محمد خليل، ما دكتورة فادية خليل بتاع اوكي جامعة أم المحتش كويس، لأنه دائما تشابه الأسماء. بس أنا فادي محمد خليل، كنت مدير مركز المعلومات والحكومة الذكية بوزارة الصحة. قبل شهرين من الحرب مباشرة اتنقلت بقيت مدير مركز المعلومات والحكومة الذكية في محلية الخرطوم. خير؟ خير. ظبطنا. فأنا والله يعني أنا كاتبة قدامي صفحتين هنا، فالحمد لله لقيتك أنت والدكتور يحيى، ربنا يديكم العافية، أمنتوا تماما أو أنا بأمن على كلامكم. أنا كنت كاتباه ودايرة أقوله ولقيتكم أنتوا قلتوه كامل. يعني أنا كنت بتكلم دايرة أتكلم عن علاقة المركز القومي للمعلومات بالمركز القومي للمعلومات اللي موجود داخل المجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات، أوكي، اللي هو ده بتتبع له مراكز المعلومات والحكومة الذكية بالوزارات والوحدات الحكومية، كويس. ما في علاقة واضحة بين المركز القومي للمعلومات والمركز الموجود في المجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات، كويس. تاني حاجة، بنفتقد للحوكمة وتنفيذها والالتزام بها داخل مراكز المعلومات، كويس، وبنفتقد للهيكلة الخاصة بمراكز المعلومات إنها تكون هيكلة واضحة موجودة في مراكز المعلومات داخل كل الوزارات والوحدات الحكومية، كويس. دي واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه مدراء مراكز المعلومات في الوزارات، إنه ما في هيكلة ثابتة. حتى الهيكلة ذاتها بيخلقها مدير مركز المعلومات على حسب فهم الإدارة العليا اللي موجودة داخل الوزارة واستيعابه أو تفهمه لعمل مركز المعلومات. دي أنت كمدير مركز معلومات بتلقى نفسك بتجاهد عشان تقنع الإدارة اللي أنت موجود فيها بأهمية مركز المعلومات وبأهمية العمل اللي أنت بتشتغله، كويس. بيفتكروا انه مركز المعلومات ده او قسم الاي سي تي ده مهمته الاساسيه انه انت تكون مفاعل نت للادارات الاساسيه الكبيره داخل الوزاره وكانوا لا يحب المحسنين. غير كده انت ما عندك وظيفه او ما عندك اهميه موجوده داخل الوزاره، في حين انه الشغل بتاع مراكز المعلومات اكبر من كده بكثير، كويس. دي واحده اللي هي الشغل بتاع مراكز المعلومات ده بيتثبت وبيتاكد بالحوكمة وتنفيذها والالتزام بها. الالتزام بها دي لازم يكون مفروض من مركز المعلومات الداخل الاستراتيجية، وفي نفس الوقت اللي يكون من مركز المعلومات الأعلى اللي أنت سيادتك كنت بتديره، كويس. تاني حاجة،
مراكز المعلومات عندها مشاكل كثيرة جدا بتاع التقاطع بتاع البيانات بين الوزارات. إذا كان في وزارة الصحة عندنا كمية بتاع التقاطع البيانات أنت بتحتاج ليها من إدارات داخل الوزارة ومن إدارات خارج الوزارة أو من وزارات أخرى، وما بتقدر تاخد إيدك على البيانات دي، ما عشان أنت تاخدها كاملة لكن تاخد جزء من البيانات عشان تقدر تشتغل بيها شغلك. يعني زي وزارة الصحة ممكن بتحتاج لبيانات الطلاب اللي بيكون عندهم في الجانب الصحي، الجانب بتاع التطعيمات، الجانب بتاع الصحة النفسية، الصحة بتاعت الصحة المدرسية، دي كلها أنت بتحتاج لبيانات الطلاب دي من وزارة الصحة، ممكن من وزارة التربية سوري، بتلقى فيه تقاطعات بتاعت بيانات أنت بتقدر تاخدها لو ما علاقتك بمراكز المعلومات في الوزارات التانية أنت كويسة. كويس، دي مشكلة بتحتاج لحوكمة، بتحتاج ل الفرصة اللي تخليهم يعني بتقدر انت تلزمهم انهم يدوك البيانات اللي انت عايزها. اوكي، تاني حاجة انا ما اعرف، انا كان في رأيي انه مركز المعلومات يكون هو جهة منسقة للمعلومات بين مراكز المعلومات اللي موجودة داخل الوزارات والوحدات الحكومية كلها. كويس، ليه؟ لأنه أنت كده كمركز معلومات داخل وزارة بيكون عندك الظهر اللي بيحميك من الريزيستنس اللي أنت بتلاقيها داخل وزارتك أو خارج الوزارة اللي أنت موجود فيها. كويس، دي واحدة. تاني حاجة، أنا جبال في الجروب، ما عارفة لو أنت قريت كلامي أو لا، في الجروب أنا كتبت إنه عشان نمشي للتحول الرقمي إحنا بنحتاج لقوة بتجينا من رأس الدولة. كويس، القوة دي هي اللي بتلزم كل الدولة في إنها هي تجتهد لإنه الناس تبدأ تشتغل الشغل بتاع التحول الرقمي، إنه يكون في مجلس بتاع التحول الرقمي، وزارة بتاع التحول الرقمي، وتفر الاسم اللي بيتسمى بيها، تكون تحت قيادة رأس الدولة، وفي نفس الوقت عندها ميزانية خاصة بيها زيها وزي ميزانية الجيش، ميزانية التعليم، وميزانية الصحة، وممكن تكون أكبر من ميزانية الوزارات دي كلها، لأنه التكلفة الأولى بتاعت التشغيل بتاعت التحول الرقمي بتكون عالية. لكن وانس إنه هو بدأ التحول الرقمي بعد كده خلاص زي ما بيقولوا بيبدأ بشيل نفسه بنفسه. دي الحاجة اللي أنا كنت عايزة أقولها، وشكرا لك ووضحت لك إنه يعني المشاكل هي ما كانت بس عندنا احنا كمراكز معلومات، وانه انت ذاتك يعني اتعرضت لكمية من الريزيستنس وكده، فربنا يصلح الحال بعد ده ان شاء الله، وبلدنا ترجع طيبة وآمنة ونقدر نبنيها ونحقق الحاجة اللي احنا متمنينها ان شاء الله، حتى لو ما لينا احنا لعيالنا يجوا ويشوفوها ويستمتعوا، لانه البلد ما شاء الله مليانة بكمية من الخبرات ما هينا. إذا كنتوا انتوا برا يعني ربنا سهل لكم وطلعتوا برا السودان ولقيتوا العلم ولقيتوا السيستم اللي انتوا بتقدروا تشتغلوا عليه ببساطة وبطريقة سلسة، داخل السودان خريجين الحاسوب والشغالين في الحقل بتاع الحاسوب عموما كله، إذا كان شبكات أو برمجة أو غيره، الناس بتلاقي كمية من الريزيستنس ما طبيعية، وبعد ده بيطلعوا بخبرات جميلة جدا، يعني اتعصروا عصر صح وطلعوا بخبرات جميلة في إن هم ذاتهم بيقدروا يعملوا تدريب ذاتي لنفسهم، بيعلموا نفسهم بنفسهم بالرغم من إنه الوضع من كل النواحي كان سيء، لكن الخبرات موجودة. فإن شاء الله ربنا يسهل ويصلح الحال، وتكونوا انتوا ذاتكم واقفين معانا، وربنا يسهل يا رب بإذن الله. شكرا لكم كثير، كتر خيرك وبارك الله فيك، الله يديك العافية. اللهم امين. آمين، الله يسلمك. برمجة يا استاذ ابراهيم باخي، احنا ننصحها بالسؤالين الاثنين اللي رافعين يدهم، تجاوب عليهم كلهم يكون افضل اذا امكن. جدا باشمهندس سفيان او استاذ سفيان وباشمهندس سهى، يكونوا السؤالين مع بعض، بتمنى يكون سؤال مختصر أو يعني قدر الإمكان عشان الزمن. تفضل مهندس سفيان. السلام عليكم. شكرا دكتور احمد وباشمهندس احمد على اتاحه الفرصه، وشكرا دكتور ابراهيم باخت والمجموعه المتخصصه الموجوده
اللقاء المهم ده. انا متابع الدكتور ابراهيم باخت من ما هو كان مدير المركز القومي للمعلومات، وتابعت كثير من اللقاءات اللي اجراها بعد ما رجع من السودان، واتكلم في حجم الصراع والتحديات اللي واجهها لحد ما اجبروه على الاستقاله او الاقاله حسب ما هو ذكر. فانا بس اسئلتي انه طبعا هم رفضوا يدوه اي معلومات عشان هو يقدر يطور المركز القومي للمعلومات، وفي اكبر كان عائق له اللي هو اعتقد ابراهيم جابر هو اللي كان بيرفض انه يتملكه او يديه اي داتا او اي فرصه انه يطور المركز القومي للمعلومات. انا بس عايزه يتكلم لنا شويه في قصه العلاقه الشائكه بين المركز القومي للمعلومات وجهاز الاتصالات. انا معليش دخلت متاخر، لكن يمكن يكون هو اتكلم في النقطه دي. ودكتور ابراهيم باخت هو معروف انه قامه علميه مميزه، وعايز اعرف هل كان هناك جهاز موازي لحميتي في برج الاتصالات، لانه برضو كان في تسريب انه عنده يعني حميتي دخل اجهزه التنصت اللي هي على الاتصالات. وده كله ازلتي في الحته دي، ومعليش وشكرا على اتاحه الفرصه. شكرا باشمهندس سوها. السلام عليكم كل المجموعة، السلام عليكم دكتورنا إبراهيم باخد، السلام عليكم باشمهندس أحمد، شكرا للقاء المهم جدا، السلام عليكم دكتور يحيى وكل الشباب المتداخلين. أنا صراحة ما عندي سؤال لكن عندي تعقيب أو تعليق اللي عايز أقوله، يعني إنابة عن زملائي في المركز القومي للمعلومات. أنا سهى إبراهيم عبد الرحيم، إحدى موظفي المركز القومي للمعلومات المفعول به زي ما بقولوا، معاي شايفة في الجروب هسه باشمهندس بدر الدين. إحنا شاكرين لكل الإنسايت سجاتنا، وإن شاء الله نقدر نحول كل التحديات اللي لاقت المجموعات المختلفة على طوال مسيرة المركز القومي للمعلومات لفرص بتاعة نجاح. صراحة أستاذ إبراهيم إحنا استفدنا منك كثير، استفدنا منك يا دكتور يحيى. أنا داير أقوله إنه الآن الفرصة قدامنا إنه الناس تقوم تحقق حاجات كثيرة بعد الأحداث دي ما انفتحت، لأنه المركز إلى حد ما فترات طويلة كان بيعاني، لكن بيعاني في صمت. فأنا ما عندي سؤال، شاكرة لكم وشاكرة للمجموعة وتحياتي لك يا أستاذ إبراهيم. شكرا باشمهندس سهى. في خلود رفعت يدها، فحنديها سؤال إذا باشمهندس سهى ما سألت تفضلي، وحنختم بعد الأسئلة عن طريق خلود. تفضلي. السلام عليكم، عليكم السلام خلود ورحمة الله. حسن بلة، مدير سابق لمركز معلومات ولاية الخرطوم. في فترة قريبة من الفترة اللي كان فيها دكتور إبراهيم باخت، برضو هي كانت فترة قصيرة يعني كانت 8 شهور، لكن هو أنا ما سؤال لكن بس كنت عاوزة أقول حاجة. يعني كل المعلومات اللي هو سردها بكل تفاصيلها هي بصورة مصقرة مرت علينا في مركز معلومات ولاية الخرطوم، يعني نفس المعاكسات، نفس عدم الميزانية. يعني الميزانية اللي هو بيتكلم عنها، يعني في فترة أنا مسكت المركز لقيت إنه الميزانية المخصصة للمركز كله اللي هو مركز في ولاية الخرطوم بيرأس 32 مركز في الولاية، الميزانية المخصصة له اشترينا بقى أنتي فايروس وخلصت للمركز. فحضرت إعداد الميزانيات، بعدين بنفس الحكاية يعني هو يعني الحتة اللي قال فيها إنه مركز تحت وزارة، إحنا مركز بيرأس 32 مركز تحت مجلس أعلى، مجلس أعلى الاستراتيجية والمعلومات. فحتى هي العلاقة شنو اللي بتخلي مركز بيرأس 32 مركز عدد موظفينه أكبر بكتير، إنه يكون جوا مجلس أعلى عدد موظفينه كلهم ما تعمين 40 شخص. في الحتة بتاعت الميزانيات، يعني أنا في اجتماع كان مع والي ولاية الخرطوم الحالي، فبشرح له في الخطة وإنه عاوزين نعمل ونعمل ونعمل محتاجين ميزانيات. فالرد كان بيقول لي إنه إحنا صرفنا على المعلومات دي كتير. طيب أنت صرفت على منو؟ الصرف كان موجه وين؟ فالموضوع بتاع المعلومات محبط جدا، يعني بكل التفاصيل
اللي اتكلم عنها دكتور ابراهيم باخت احنا واجهتنا، لدرجة انه انت نسريات عشان تدير بيها الاجتماعات ما كان بتكون عندك، صلاحيات عشان توصل بها صوتك ما عندك. بنفس الطريقة دي لما نجي للمراكز الصغيرة زي ما قالت اختنا فادية، انت جوه مثلا وزارة الصحة ولا جوه اي واحدة من الوزارات، انت كمركز معلومات بيعتبروك ادارة مساعدة، فممكن تلقى انه ادارتك دي متبعين لها لزول اصلا هو ما تغني، وبتفاجأ انه هو بيرفع ميزانيات نيابة عنك وبيتكلم في حاجات هي ما في صميم اختصاصه. فافتكر الموضوع بتاع التحول الرقمي والتقنية في السودان كله من أسفل الهيكل لأعلى هو محتاج إعادة صياغة. يعني نفس الكلام اللي بيتكلم عنه أيام الكورونا، إنه الموظفين ما قادرين يصلوا لأنه اللي عندهم تراحيل لا مرتباتهم بتكفيهم، يعني الكلام ده التجربة دي مكررة من أصغر مركز في ولاية من الولايات لحد المركز القومي للمعلومات. فافتكر الموضوع كله عاوز صياغة بصورة مختلفة شديد، ومحتاجين صلاحيات كبيرة وميزانيات عشان يؤدوا شغلهم. شكرا جزيلا. شكرا لك الأخ خلود. إبراهيم ممكن تصبح تجاوب سؤال الأستاذ سفيان، ولو كان في أي تعقيب على باشمهندس سفيان أو باشمهندس خلود تفضل. جدا شكرا جزيلا، كتر خيركم. أسئلة أفتكر مفيدة، أفتكر النقاش ده يعني لو تواصل يعني استضفت ناس ثانيين في نفس المجال وبقى يعني شكل تفاكري، يمكن يعني ظروف البرد اللي مر بيها دي يمكن شوية تكون صحت عدد من الناس وخلت الناس تعرف إنها يا أخي المسألة دي ما فيها زول واحد بيفوز والباقيين بيخسروا، بقينا كلنا خسرانين. فأحسن يعني نقارب وجهات النظر وأحسن نشتغل مع بعض، وفي النهاية لو أي زول يعني سودان ده ولود، ويعني ما في زول واحد بيقدر أغير ولا في زول واحد هو أشطر من الناس، لكن تضافر الناس مع بعض بقيادة يعني تنفيذية قادرة على صنع القرار ممكن يصلوا لحلول، وممكن ينقذ السودان يعني في التحول الرقمي تحديدا، يعني ممكن يوفر يعني قروش مهولة جدا، وممكن يحقق تنمية بسرعة جدا. يعني ما في حاجة ممكن يعني تو اكسلريت ولا تسارع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالنسبة لبلاد زي السودان أكثر من التحول الرقمي، لأنه التجارب قدامنا موجودة وهم أكثر ناس عندهم بوتنشال. يعني الناس اللي وصلوا مرحلة إنه يعني القرارات تصل في ثواني وكذا، ما بيقى بتاني مساحة بيخشوا في المجال بتاع الداتا ساينس وشنو شنو عشان يطوروا أكثر، لكن إحنا حتى البيانات الأساسية اللي بصنع القرار ما عندنا، وعندنا البوتنشال في إنه نركز على المسألة دي، وده بيساعد كثير جدا جدا إنه يعني تصل للمواطن المغلوب وتحدده وتساعده وتوقف المساعدات للجهات اللي يعني ما تدعم ثانية أولاد درمان بالرغيف. ما قصدي أنا من المطاعم اللي بحبها، لكن ما قصدي يعني أقولهم، لكن قصدي يعني إنه ولا تدعم دول الجوار ولا كده، تركز في مواطنك وتقدر تحدد إنه ذاته منو اللي بيستحق بشفافية. يعني ما دايرين الناس تصحى على الخطر بعد ما جو شالوا ملايته في التلفزيون، ولا لا الخطر ده من زمان كان موجود تقوله من زمان، ما تجي حسه بعد ما وصلك في روحك. فعلى كل انا ارجع شكرا يا باشمهندس فادي، معلش انا لخبطتك مع استاذتي الجليله دكتوره فادي خليل. والله لو تصدقي انا ذاتي مركز المعلومات والحكومه الذكيه بتاع الولايه ده ذاتي ما كنت عارف هو وين، ولا كان عندي به علاقه. يعني يمكن يعني كثره الاجسام في السودان بتخلي الزور ذاته ما يكون عارف يعني الأجسام الموازية والأجسام التابعة والغير التابعة. لكن ببساطة أنا واحدة من ال 13 موجه بتاعت اللي قدمتهم لرئيس الوزراء أول ما استلمته، فيهم مركز ميزانية المعلومات وتبعية المراكز الوزارية للمركز القومي للمعلومات فنيا وإداريا، لأنه المركز
بتتبع له كل المراكز الولائية لكن فنيا بس، هي بتتبع وبتتبع بصورة عشوائية، في بعض الولايات بتتبع للأمين العام للحكومة، في بعض الوزارات بتتبع لجهة تانية، وموضوع جاي جوطة شديدة جدا جدا، وانت ناس ما بتتحكم في ميزانيتهم ولا بتقدر تديهم أوامر يعملوا شنو ولا ما يعملوا شنو، لا تقدر تدعوهم ولا تستدعيهم، ما تقدر أصلا تسيطر عليهم يعني. فعشان كده بيجي التشتيت بتاع الميزانية دي، وأي زول عنده نفس الحاجة عند الزول الثاني، وحاجة واحدة ممكن تخدمهم كلهم. أنا بضرب دائما مثال يعني، وباشمهندس سهى دي هي كانت مدير يعني النظم في المركز، وأكثر زول ممكن يكون يعني أنا استفدت منه في المجال ده، في إنه يا أخي في تعدد بتاع نفس النظم في حتات كثيرة جدا جدا، واحد لازم نحصره ونشوفه يعني، وزاد ذاته بعد ده ولا بيقدر يتكلموا بعض، لا تراقيصهم مع بعض، لا هم نفس النظام، ولا بتقدر تشبكهم كيف، يعني مسألة ذاتها فيري تشالنجينج، ومسألة ويست اوف ريسورسز يعني تهدار بتاع موارد، يعني انه يكون عندك 240 نظام بتاع موارد في بلد، يعني في حكومة واحدة يعني انت دايرهم يتناسقوا مع بعض وكده يعني. دي مشكله، ودي كان حللها انه الناس دي يتبعوا لي اداريا، واللي يتبعوا المركز القومي للمعلومات اداريا وفنيا، وما يتبعوا لجهات مختلفه وكده يعني، لكن مساله انه يكونوا تابعين لك بس فنيا، لكن انت ما عندك عليهم سيطره وما عندك عليهم اي هنا، ما حينفع يعني، لكن مش سيطر معناه دار تسيطر، لكن انت بتقدر تقعد تجيبهم كلهم وتنسق. حتى المجلس هنا ده، انا المجلس بتاع الوزارات ده بالنسبه لي كان يعني مشكلة، لأنه أنا ما عندي عليه سيطرة يعني، غير إنه أقول لهم كلامهم ممكن ياخدوه ولا ممكن ياخدوا بيه، وممكن أقول لهم كن داير منهم حاجة ولا يجوا ذاته ولا يسألوك. فحتى المجلس ده عندنا له لغاء سنوي وكده، أنا كنت شاعر بأنه أنا ما ممكن أعمل فيه أكثر من كده، فكنت موكله لأخونا السفير حسن عبد السلام اللي هو كان رئيس مركز المعلومات في وزارة الخارجية، حتى لقاءاته كان بيديره هو كده، وانا بس بتكلم معاه هو، لانه شاعر بانه انا ممكن ابذل مجهود كبير جدا في الحاجه دي وما انجز يعني، فاحسن او كده لزول ممكن ينجز اكثر مني، ووكلت المساله دي لمدير مركز معلومات وزاره الخارجيه اللي هو السفير حسن عبد السلام، حسا سفيرنا صموير في شرق اسيا. فدي ايوه مشكله يعني، ما داعي لها اثنين ثلاثه. مساله تبادل المعلومات بين المركز يكون جهه تنسيقيه وتبادل المعلومات، هو ده المحك ادى للمعركه يعني، في انه نحن ما دارين ننتج المعلومات دي، ولا دارين نسيطر على ادخال البيانات فيها، ولا نعدل فيها، ولا نديها لاي زور يعني في المركز، ولا رئيس المركز ولا مدير المركز المفروض يشوفه يعني، لو ما لم تتطلب حاجه هو بيحتاج لها في شغله يعني، لكن ال 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 وتكون برضه في نفس الوقت باك اب يعني. هسه احنا بنسمع بانه مثلا الاراضي انضربت وبتاع، ما عارف سجلات الاراضي سليمه ولا لا، لكن اصل الاراضي كانوا من اكثر الناس برضه ريزيستفول في انهم يخطوا كوبي ريد اونلي، تكون بالنسبه لهم باك اب اذا السيرفر بتاعهم الاساسي حصلت له مشكله، تكون هم الديزاستر ريكفري سايت بالنسبه لهم وكده، مع انه انا في تقديري يعني وزاته ما ديزاستر ريكفري سايت بشكل كويس، لانه المفروض يكون جغرافيا بعيد يعني، يكون في السودان ولا يكون في اي حاجه، عشان لو حصل سير ولا حصل اللي حصل ده ولا كده، ممكن الاثنين يتدمروا في نفس اللحظه، لكن على الاقل بتكون في نقصه بالنسبه لهم احتياطي موجود سم وير. وده العرض اللي انا عرضته لكل الجهات المنتجه للمعلومات، سواء كان وزاره الصحه، سواء كان وزاره الداخليه، سواء كان يعني كل الوزارات يعني، انه يا اخي ليت اس هاف ا باك اب ريكفري، يعني احنا عندنا حق انه ناس محددين يقروها عشان يقدروا يشبكوا المعلومات دي مع بعض، وبعد ذاك يكون في مجلس اعلى يحدد منو الممكن نديه ومنو ما، هو بالنهايه المعلومات دي ما حقت المركز، المعلومات دي حقت الجهه المحدده، وزاره الزراعه ولا وزاره الصحه ولا وزاره الخارجيه ولا وزاره الداخليه، بل للسجل المدني انا حتى اقترحت انهم ينتدبوا شخص من داخل السجل المدني يكون مسؤول من بياناتهم داخل المركز القومي للمعلومات، وبرضه فشلت لانه مسألة في حاجات تانية، مسائل حوكمة تانية المفروض تترتب، وفي يعني أم 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 برضو يعني في ناس بتحس بانه لو المعلومة دي بقت سلطان عنده لا اكسس، هم فقدوا جزء من قوتهم وقدرتهم وكده يعني، في انهم يتحكموا فيها وفي انهم يستغلوها بالشكل الدارين وكده يعني.
فدي دي حقيقة. أما بالنسبة للشباب والله أنا في السودان اشتغلت يعني فترة طويلة في IBM وجنرال داينامكس هسه في فينرا وبتاع هناك. يعني السودان ده فيه إمكانيات بتاع الشباب ممتازة. أنا كنت بتمنى يعني إنه السودان ده يتفتح والمهندسين بتاعنا السودان ده يعني لو اشتغلوا ريموت مع أي جهة عملوا الشغل اللي بعمله ده زي ميك از ماتش از الوزاره اللي قدر الجهه اللي بيشتغلوا لها ذاتها يعني في السنه يعني. وكانت ظروفهم بجد يعني ظروف يعني ما بقدر يعني انا ما وقفت موضوع التمام ده بديت به في البدايه انا وقفته قلت يا اخي انا كيف ازول بدي 13000 جنيه في السنه اقول له يا اخي انت تيجي الشغل كل يوم وتجي من الدروشات تدفع 750 وترجع يعني كيف يعني. فبقيت ما اعلنتها رسمي لكن بغض النظر لو زول جاني مرتين في الاسبوع بقوم مبسوط جدا بقول له هذا عمل اللي عليه هتعمل لي. لا انت لا موفر لي ترحيل لا موفر لي يعني اسمه شنو كريت صحي. انا ذاتي مدير المركز القومي ده لما اتعالجت وكانت عالجت من جيبي لانه مشيت رويال كير وقال لي يا زول انتوا ناسكم دي لهم 3 شهور ما دفعوا احنا ما بنقبل بتاعك. قلت له انا لازم امسكوا دايرين حقكم كوم بديهم حقكم. وقال لي تربطوا ترى ما بربط في بيتنا ما داير ماشي ترقدت في بيتنا. فهي موقف انا بقدر بستطيع صح. لكن هم واصل يعني حيجيب والناس دي كلها شغاله كونسلتنس يعني زي شاب دياب اللي ضربت بيه والناس المعجبين بهم جدا انا بالمركز جات منحه بتاع جايفه وقلت لها يا اخي دياب اقعد انا بوديك المنحه دي برشحك لها وامشي اعمل ماجستير في اليابان. قال لي يا اخي انا عندي اسره بقول انا عندي شغل في السعوديه انا مفرتق منك بس انت لو داير اديني أم 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 لو بتقدر تساعدني اديني خلو طرف ولا اسمه شنو اجازه من غير مرتب وبتاع هنا. وانا اصلا ما حصل في زول جاني قال لي ده اجازه وما اعلنت رسمي لكن اصلا ما رفضت لانه افتكر انه زول ذاته ما قادر يساعد اسرته ده ما بيقدر يساعد يعني انت ليه تجي في طريقه انت ما مادي ما موفر لي اساسيات الاساسيات يعني. وانت لو ده تشتغل متبرع ده ما قررت التخصص لروحك لكن ما تقدر تجبر الناس ده ما بلد ده ما سميتها استعباد يعني. فهو الوضع وضع مزري والناس دي بتشتغل والله بعد ده انا بكون داير ابكي لما اجي القى ناس زي باشمهندس السماح دي معاها 4 شقق وزوجها راقد مستشفى وهي قاعده الساعه 1:30 صباحا عشان تطلع النتيجه السودانيه وتاني يوم تكتشف انه وزاره التربيه والتعليم اصلا ضربت بشغلهم ده كله على حاجه وفاتت باعت النتيجه لشركات الاتصالات وبقت الناس بيشيلوها من صيغه الاتصالات. فدي تحدي يعني. مهندس سفيان اتكلمت عن توفير المعلومات وساعة الفريق ابراهيم جابر وكذا وعنده معلومات ساعة الفريق ابراهيم جابر. انا كنت دايره منه ولا ده كان سبب الخلاف يعني سبب الخلاف انه انا هو كان رئيس المدير لجهاز تنظيم الاتصالات في نفس الوقت هو رئيس مجلس اداره السودتيل وانا كنت ده اول جواب انا كتبته لرئيس الوزراء في الموجه الاول بتاع تنظيم الاتصالات انه ضد تضارب مصالح لابد انه ينتهي. ما ممكن ما عندنا مدير بنك السودان يكون رئيس مجلس اداره بنك الخرطوم يعني يجي بجاي يكتب الطلب ويجي بجاي يصدق ما ده هو ده تضارب مصالح واضح جدا جدا. واللي بيجيبوا سودتيل شنو هو الجيش ما عنده ولا ملي في سودتيل ولا سهم واحد ما في حاجه يعني. ده يمكن اول معركه انا بديتها كان ده اول خطاب انا ارسلته لمجلس الوزراء انه يا اخواننا ازيلوا تقاطع اول حاجه التضارب في المساله دي والماليه تمسك الاسهم اللي عندها وانتم ما عندكم جهه ممكن ترسلوها تمثلكم في سودتيل غير انه بس لكم المركز القومي للمعلومات لانه ما ممكن اول حاجه الاتصالات ما كان تابع لمجلس الوزراء حتى لو تابع هو جهاز المنظم ما ممكن يكون منظم ومستثمر في نفس القطاع. فدي كانت حاجه. الحاجه الثانيه كانت المشاكل بتاع المبنى بتاع سوداكات اللي هو شارلو دكتور يحيى ده مبنى يعني طلع فيه قرار نهائي من اسمه شنو من المحكمة الدستورية ومن وزير العدل في انه المركز ده المبنى ده تابع للمركز القومي للمعلومات. لكن المركز القومي بدل سوداتيل تدفع عليه هو يدفع لسوداتيل هو يدفع لسوداتيل ونحن لانه الشبكة الحكومية الفاتورة بيجينا نحن في المركز عشان ندفع لسوداتيل وساكننا انا وهم قاعدين في مبنى اكثر من 10 سنين مبنى ضخم حدادي مدادي ما بيدفع عليهم
وانا في النهايه طلعت قرار بالقوه اخلاء بالقوه الجبريه وكنت ماشي انفذ. كنت محتاج لي 10 دفار واربع 10 دفارات واربع 10 عتال واربع دفارات وفني تفكيك. ميزانيه افتكر كانت 100,000 جنيه سوداني وما تتم ايجار اسبوع واحد. ومشيت وزيره الماليه في الوقت الحالي صدقت، بعد شويه عرفت الموضوع ده بدخلها في مشكله مع سعاده الفريق، وقامت دارة تعمل لي لجنه وعملت لي لجنه من 10,000 الحوافز ذات اكثر من القروش اللي دايره، وانا رفضت امثل مش اللجنه ورفضتها وقلت الكلام ده علنا وانا في المنصب في لقائي مع شوقي، يعني لانه انا ما شايف يعني انه دي الطريقه بتاع الشغل. يعني انا ما جاي هناك عشان تلف وتدور علي تعمل لي لجان وبتاع هناك انك تسوق لي الموضوع، انت صدقتي اوريدي. لكن لما عرفت انه الموضوع ده بيدخلك في مشكله مع ابراهيم جابر وقلت لا دار تغير هناك تعمل لي لجنه وتكتب لي الشغل وكلام زي ده يعني. وانا كلمتها يعني فيس تو فيس، قلت لها يا اخي احنا زي عمال المطاف في محل ما نجي يكون في نار، ما تيجي تقول انا داير امسك لي خرطوش مويه وتيجي تقول لي الدنيا حاره، ده اخترت انت ما في زول جبري عليه. فهي دي المشاكل. وكانت الميزانيه بتاعت صندوق النفاذ الشامل اللي هو انا في مجلس الامناء، وانا قعدت في السودان ده ما عارف 9 شهور ولا وات ايفر الفتره اللي قعدتها، كل شهر برسل جواب يا اخواننا مجلس الامناء ده الصندوق ده ما تراجع عليه سنين طويله جدا، واحنا ما عارفين الجواب شنو الصرف كيف، واحنا لازم نجتمع وما في زول بيرد عليه نهائي. في اخر النهايه رسول لي جواب قال لي اسمع، انا ما تخاطب الجهات دي مباشره، انت ذاتك مدير، انت تخاطب الوزير بتاعك، الوزير بتاعك يخاطب رئيس الوزراء، رئيس الوزراء يخاطب السيادي بتاع السياده ينزل للجهه. يعني ده موضوع يعني في ما عنده حل. جهاز في سؤال بتاع سفيان عن جهاز الاتصالات والبريد، ماني ما كتبته كله، لكن في سؤال اخير بانه في جهاز موازي لحمايتي في ولا الدعم السريع، انا ما عندي اي فكره إذا كان في جهاز موازي للحاجات اللي تكلم عنها دي كلها، حاجات بتاعة اتصالات، ودي ممكن تعرفها فقط من جهاز تنظيم الاتصالات، لأنه هو عنده الناس اللي قاعدين في المعابر وبيقولوا الجهاز ده يخش ولا ما يخش وتابع لمنو كده. لكن احنا بلدنا دي فوضى، ما في طيارات بتنزل وبتاع، ما في زول بيشيل الدائرة يشيله وبتيجي، وما في زول جايب خبر وكده يعني. لكن الحاجة من القصص الطريفة يعني، ولا الحاجة يعني، أنا في وقت من الأوقات خلاص عرفت إنه الموضوع ده ما بيسوى، إنه كنت في اجتماع في مجلس الوزراء وفترة في زول من ناس مجلس الوزراء مستشارين قطع الاجتماع وجا خش وقال معلش وبتاع أخوانا الحاصل شنو حاصل شنو، والله يا جماعة رئيس الوزراء قال ده يجيب لي دكتور أحمد أبسين من المنشية، وما في عربية فيها بنزين، عنده في زول عنده عربية فيها بنزين نمشي نجيبه. أنا قلت له أنا ما عندي بنزين، أنا حلبت جالونين امبارح من عربية عمر قمر لأنه كان مسافر، وآدم الحريقة قال أنا ما عندي بنزين. فده ده 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 الوضع اللي كان عايش فيه، ونكون صريحين ده الوضع اللي كان عايش فيه. ما في زول، ما في يعني أي زول يفتكر إنه هو ماشي لوظيفة ولا ما، أنت ما يعني تكون فاهم إنه دي المشاكل اللي بتلم فيها. أنا بمشي لعوض الهادي في عزابي لا لي اعرف يتي بنزين، بمشي بعض مرات المركز بيكون فيه بنزين بكب بلي، مع الراب بكب من جميل او طرمبات شغاله وكده يعني. فالوضع بالنسبه لي انا ذاتي كان صعب، خليك من ناس اصلا عندهم اسر وقاعدين في السودان وما عندهم ريسورسز، وانا يعني كنت شغال من بلدي من 96 كنت يعني ماشي في راسي ان انا ماشي متبرع يعني، وعارف انه وانا ما داير يعني من مثل هذه الحاجه يعني. لكن المؤسف انه انا الحاجه اللي مشيت لها ما قدرت انفذها يعني، لا بديت لا بنيت نظام حمايه معلوماتيه، لا استفدنا من قروش ثمرات في اننا دي فرصه انه تلقى جهه توفر لك 58,000 دولار عشان تقوم تيجي تبديده تقول انا داير اعرف الزول اسمه منو، رقم تليفونه منو، رقم حسابه منو، وهيدا فاو صوت وعدد اسرته كم، يعني دي معلومات انا اعمل بها شنو، دي تعمل لي شنو يعني، تحدد ولا اتصرف كيف يعني، انت ما لم تلم معلومات فيها كل المؤشرات كده ما بتقدر. جهاز تنظيم الاتصالات والبريد طبعا يعني كانت المعركه معه معركه كبيره ومعركه قويه وخسرناها، ولا انا شخصيا خسرتها،
ما في يعني هم ما في يعني اقل حاجه انا في مجلس الاداره مش مع مجلس الاداره واحد دعوني اليوم، وبس اقترحت انه اخواننا نحن عشان نكون ناغمين هنا على الاقل الجهاز ده قد يطلع بيان يدين فيه والحصر فيه فضل الاعتصام، لانه ساهم فيه وبقى على الانترنت واعتذر للشعب السوداني ناهيك من انه يحاسب زول. من الوقت ده كان تم تصنيفي وخلاص بقيت عدو للجهاز يعني. ف مشكلة لأن الجهاز عنده القروش والتراخيص وكده وفي وقت من الأوقات رغم إنه كان تبع في النهاية لمجلس الوزراء لكن تبع اسميا ساكت يعني ما تبع عمليا يعني، هم في النهاية بمقدرتهم قدروا يجيبوا الزول اللي ممكن يتناغم معاه ويشتغل معاه وكده يعني. ووقف الحاجات، وانا بسال الناس الجوار عملوا شنو في الحاجات اللي انا خليت الملفات كلها من المبنى لابراج الاتصالات لصندوق النفاذ الشامل في شنو يعني، انا ما سمعت اي زول جوار قال اي حاجه يعني عن المواضيع دي وكده يعني. مجمل التحديات والمواضيع كثيره، والزول لما نمشي لا اكون مستعد انك انت تتالم تشوف يعني مدراء اداراتك موظفينك يعني بيعانوا باشمهندس هذه قاعده هي بتيجي عندها عربيه بتيجي بكب بنزين من جيبها تيجي ترجع، وانا متاكد البنزين اللي بتكبه بكون ماهيته ما بتوديها اسبوع. محمد هاشم ده انا انتدبته من عشان زول فاهم جدا يعني في موضوع الهنايه ده، انتدبته من بنك السودان وجاء، وبنك السودان كتر خيره وفي ذاك المحافظ التزم بمرتبه لحد اخر السنه كان شهر 8 قال لي بعد ذاك تتصرف، وانا لما جيت في اخر النهايه اضطريت ارجع واعمل له ريليس. زول عنده اوبليجيشنز، عنده اسره بيعول فيها، عنده مديونيه بتاعت عربيه، عنده كده عنده كده، ما بيقدر يقعد معي لانه هو مرتبه كان اربعه. قلت له انا خليت مرتبه ما اعمل لك حاجه لانه انت مرتبك في بنك السودان ثلاثه اضعاف مرتبي، مع انه كان شغال في مشروع مهم، مشروع النافذ الموحد. في تحديات كبيرة، والمهم الناس بدأت الناس تركز تعمل لقاءات تانية مع أشخاص تانية ما أتكلم عني أنا، في إنه بيضعوا استراتيجية كيف وعملوا للموضوع ده أبو كيف وكده، لكن ما عندها حل غير إنه يعني باشمهندس خلود قالت يعني افتكر قالت يكون وزارة، ولا وزارة ما حتكفي لانه الوزير ده ما هو ده انت داير زول بيرقص الوزراء الثانيين اقول لهم تحملوا شيء، ده ما في غير رئيس الوزراء ولا زول بصلاحيات رئيس الوزراء. زي ما ذكرت اجل ما التجربه كانت تجربه باشمهندس هاشم بن عوف لما قال له تمشي البينا قال لا انا ما امشي الماليه دي تلولو علي، الزول ما بيشيل قراره من هنا ما يركب معي الطياره لانه حيمشي بشنو يعني، حيمشي وهو وزير والماليه ممكن تكون وزاره اعلى منه حيرغمها بشنو يعني، لازم يمشي يجيب تفويض ويشيل ويشيل صلاحيات مجلس الوزراء يمشي ينفذ. فده اللي بيحتاج له التحول الرقمي يعني، يكون في الجسم ده يكون عنده زور برأسه ما بالضروره رئيس الوزراء، يكون زور بس بصلاحيات رئيس الوزراء، يكون المقرر بتاعه المركز القومي للمعلومات تتم تبعية المراكز دي كلها، المركز زي ما قلنا يكون فاسيليتيتر صح وكده، لكن يكون برضه هو اللي بيقرر ولا بوصي بانه لما جاء حد تقدم للميزانيه دار تشتري لها حاجه بتاع التقنيه انه يشتروها ولا ما يشتروها، لانه المركز بيكون عارف لو في زول ثاني عنده اقول لهم انا امشي شيله بتاعت البنيه التحتيه اشتغلوا معاهم نديكم لايسنس من بتاعت البنيه التحتيه ما نشتري ثاني سوفت وير من جديد عشان ما نشتري نفس السوفت وير 40,000 مره. بالضبط كده. فالمهم انا اتمنى الكلام ده يعني هو ناس كاجوال، اتمنى انها كانت مفيده. انا الصراحه ما جيت بأي أجندة، بس قلت أشوف ولا جيت بأسئلة محضرة ولا كلام دار أقوله، بس كنت دار أعرف انتراكشن مع الناس ونقول كلامنا، والحمد لله يبدو إنه أغلبية الناس يعني وجهة النظر متقاربة إذا ما قلنا متطابقة يعني في حلول المسألة دي شنو يعني. طيب لو ممكن بالضبط كده أخذ معظم فرصة باشمهندس أحمد. والله أنا ما عنديش فريق لا لكن لا تعليق هو اكشولي تفضل تفضل أنا قبلك طبعا هاشم بن عوف كان موجود، الباشمهندس هاشم بن عوف، فما حبيت أقول كلمة
في وجوده، لكن من زي ما انت ذكرت يا باشمهندس ابراهيم، هو من الاشخاص اللي اجتهدوا جدا واشتغلوا بكل جد وبكل شفافيه، لدرجه انه كان بيعمل he boasts every day what he's going to do tomorrow. لكن طبعا نفس العوائق اللي قابلته الكونكلوجن انه في ناس كويسين وفي ناس كان قلبهم على الوطن ومروا بتجارب مريره، يكفي انهم في الحته دي عندنا هاشم بن عوف والباشمهندس ابراهيم. طبعا اغلبكم تاني ما حيعيد التجربه، لكن اتمنى انه الناس تستفيد في انه الجاي يكونوا ده بيت خبره. افتكر اتكلمنا انا والدكتور احمد ده قبل كده عن الموضوع ده، انه يجي وزير تجي تحته لجنه استشاريه بدون ما هي يعني يستفيد بيت خبره. فانا اتمنى انه ده على الاقل يكون جواكم المينيمم دي موجود توارد السودان. شكرا لك على المعلومات الجميله اللي ذكرتها. وفي شخص رافع يده ام 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 يا احمد، لو في زمن. هو بس إذا سؤاله كان سريع جدا أحد أقل من دقيقة. إذا سؤال سريع أم بتمنى سؤالك يكون سريع جدا أقل من دقيقة، لأنه إحنا داخلين على الدقيقة الساعة ساعتين انتهينا منها. عديت كان ميك يوصل أميوت. أعتقد نزل يده، ما أعرف مش أتفق. المهم فأنا في أقل من دقايق أستاذ إبراهيم باخت ممكن بديك كلمة ختامية تنهي اللقاء، عشان صراحة اللقاء كان دسم جدا. قبل ما تنهي أنا أقول بس حبة ملحوظة، اللقاء صراحة ما كان مخطط بالشكل زي ما ذكر أستاذ إبراهيم باخت، وما كان في أي يعني توجه للقاء، لكن بوجود الناس الأزلة هي المحور اللقاء. فنتمنى أنه المرة الجاية نستضيف بعض الأشخاص الآخرين اللي عندهم أثر في قطاع التحول الرقمي والقطاع تقنية المعلومات وقطاع الاتصالات وكل القطاعات المعنية في المجالات المختلفة القريبة من القطاعات بتاعتنا، حتى قطاعات الإحصاء وغيرها. الحاجة الأخيرة اللي عاوز أذكرها، أستاذ إبراهيم صراحة الحياة اللي هو قدمها هو عبارة عن تجربته بكل تجريب، ولا كان عاوز يقول أنه كان صح أو كان خطأ، ده على حسب أنا علمي أو نقاشي معاه. فبتمنى الناس تحاول تشوف التجربة ما تحاول تشوف الشخص. وشكرا لك أستاذ إبراهيم، وأتمنى تدينا ختام في اللقاء عشان نختم بعد كلمة. تفضل. والله يا أخي أنا شاكر لكم للقاء وشاكر للمداخلات والحضور، وسعيد جدا إنه يعني الناس يعني أنا لمست في إنه في توافق يعني في وجهات النظر. وافتكر يعني هو السودان ده ما ممكن يعني ما زول ما محتاج لتوصيف وظيف ولا لقب عشان يقدم له، يعني الناس البر الناس الجوع بيقدموا، يعني إذا يعني الناس سعت في إنه الجروب بتاعكم ده تحديدا في انه يعني يركز على الهيكله بتاعه المستقبل في التحول الرقمي، في انه كيف تجيب جهه ممكن تنفذ والاطار بتاع شنو، يعني مثلا بتاعه المجلس الاعلى للتحول الرقمي وكده واتكتبت وكده، ونشتغل برضو في مساله تقنين تبادل المعلومات بين الجهات المحدده، بحيث ان الجهه اللي بتديك المعلومه دي لو عندها اي كونسيرنس والله واريز يعني ممكن الناس تعالجوا. يعني وانا قبل كده في زول بتكلم معاه قال لي يا اخي انا لو عارف انك انت بتقعد المركز ده ليوم الغيام بديك المعلومات، لكن انا ما عارف اللي بيجي بعدك منه. فهو المساله ما تكون مرتبطه بشخص، لازم تكون مرتبطه بالمؤسسه واستمراريه اللي قدام. عشان كده اتكلم عن يعني الكلام اللي قاله دكتور يحيى والدكتور عصام عباس عن الحوكمه والقوانين والى غيره، الناس تشتغل فيه من الان، يعني من الان تشتغل فيه، وهوفولي يعني تجيف الحرب اللي ما عندها معنى دي، يعني لانه لابد ان تجيف يعني، والناس لازم تكون حاسه بعد وصل له السودان ده، يعني لازم تتجاوز خلافاتها ولازم تشتغل مع بعض، غير كده ما حيكون عندنا بلد. ونحن يمكن احسن وضعا من الناس التانيين بكثير جدا، عندنا اوطان بديله، الناس ما عندها اوطان بديله.
انا ما عندي غير خالي مرق من السودان، اهلي كلهم في السودان، اخواتي واخواني هنا ليل ليله قاعدين رابطين يعني، مرقوا يعني صح من الخرطوم تعرفين قاعدين في السودان يعني. فالظروف دي يعني حقه تخلينا نفكر في انه المساله دي ما بتمشي بالعضل يعني، ولا بتمشي يعني. احنا عندنا هموم حس اكبر من كده يا اخي، جمع السلاح المشتت ده في مليون جهه، والجيش الكسيح السجمان ده، وحاجات كثيرة جدا محتاجة تتعالج يعني، يعني نعالجه. ومن ضمنها كل الناس اشتغلوا في تخصصهم يعني، انتوا تخصصكم ده يعني ان احنا محتاجين منا معلومة ونساهم معكم في حاجة على الرحب والسعة. وانا متأكد حق والده وفي ناس كثيرة في جوه السودان ده فاهمين اكثر مننا وعارفين اكثر مننا وكده. لكن انا لو مشيت كنت افتكر انه روحي حانجح صراحة، لانه ما انا اغلبيه الحكومه دي بعرفها وعندي بهم علاقه شخصيه يعني. فما كنت اتخيل يعني انا ممكن اغلبيه الناس في الحكومه يعني، بالذات الناس اللي جوا من برا، سواء كان دكتور عمر البدوي، سواء كان دكتور حمدوك، سواء كان عمر قمر، سواء كان كل الناس دي، لنا عندي بهم علاقات قويه جدا وعلاقات من سنين طويله جدا يعني. وبعد ده كله كنت افتكر انه ده راس مالي في النجاح، ما فادتني في شيء يعني، بانه انا انجح يعني. عملت اللي بقدر عليه، وبعتذر عن كل القصور التامة من جانبي، وبعتذر للشباب بتاعنا أولادي وبناتي في المركز يعني ما قدرت إنه أوفر لهم يعني جو يقدروا يبدعوا فيه يعني، وفيهم عدد كبير من المبدعين، وللناس التانية برضو اشتغلوا معي طيب جهات عديدة يعني، زي مثلا وحدة المعلومات المالية، دي من أجمل الوحدات اللي أنا اشتغلت معاها، تابعة لوزارة العدل. دي الناس كانوا ناس مرتبين وعارفين بعمل شنو كده يعني. لكن المركز عشان يقوم لازم يقوم الجسم ده، ولازم يكون هو يعني موظفينه فيهم عدد كبير جدا ممتازين، وانا كل يوم كنت بمضلي 2 اجازه من غير مرتب وشنو كده وكلام زي ده، لانه حته طارده يعني، ما تصير بكون داير اقعد فيها يعني. انا ذاتي صراحه كده كنت قاعد ومتبرمل الوضع على روحي يعني اقعد يعني. بشكركم على المداخلات وعلى لطفكم، وان شاء الله شويه اللي بنعرفه ده يكون يفيد زول قدام يعني، بس ده كل الهوب يعني. إن شاء الله يا رب، جزاك ألف خير، وإحنا ننهي اللقاء في اللايف في الفيسبوك، ونتمنى الجميع يعني يكونوا قدر الإمكان يستفيدوا من اللقاء، وأكيد هيكون في أسئلة كثير جدا حول الناس، لكن نتمنى أن السؤال بتاعك جاوبه في التعليقات، وإحنا نفتح الناس علينا أبواب تانية لنقاشات تانية ولقاءات تانية مع معظم الأشخاص، نقدر نعرف بالجد خلل في السودان. غير كده بعد الحرب زي ما ذكرنا السودان هيبقى مختلف من السودان العكسي، ولازم نحاول نقدر نغير البعض. وأشكر لكم وحسن اللقاء، وجزاكم الله خير إن شاء الله. باشمهندس أحمد، أنا يعني دار أشكرك بشدة على إدارة هذا اللقاء، وجيفن التايم بتاعك يعني very critical، فشكرا لك والله ما قصرت، وأسفين يعني اليوم ما قدرت تنوم. لا لا يهمك إن شاء الله، احنا طبعا الساعة 5 صباحا يا هنكون اخي في الف وقت. شكرا يا دكتور والله يعني، احنا مقدرين انت يعني حملت على نفسك عشان توفر لنا حلو الوقت المناسب. لا لا يهمك إن شاء الله يا رب، جزاكم الله خير وفي أمان الله، ننهي اللايف.